مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد من أيام المحترف. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، يمكن الأسبوع اللي فات كان كل منتخبات العالم وما بين قوسين كده الطريق إلى المونديال. طبعا تصفيات كانت موجودة على مستوى العالم كله، على المستوى قارة أفريقيا، قارة أوروبا، وكمان الساوث أمريكا. النهاردة في المحترف إن شاء الله هنغطي الطريق إلى المونديال، إيه اللي وصلت له المنتخبات الكبيرة. على سبيل المثال طبعا التصفيات الأفريقية المهمة جدا جدا، كمان على المستوى الأوروبي وعلى مستوى ساوث أمريكا. خلينا نتكلم الأول على التصفيات الأفريقية، ودايما بنتكلم التصفيات الأفريقية وما يهمنا طبعا المنتخب المصري. المنتخب المصري أعتقد فوز مهم جدا جدا في الطريق الى الفاينل ستيج، المرحله الاخيره او المرحله النهائيه للتصفيات الافريقيه للوصول للمونديال. مكسب كبير جدا 3-0 على منتخب ليبيا في ظروف اعتقد كانت ظروف الى حد ما فيها ضغوط شويه على اللاعبين، ضغوط شويه على الجهاز الفني، ارضيه الملعب مختلفه شويه، لكن كان فوز كبير جدا جدا. خلينا نتكلم بس في نقطه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر، و يعني كل الناس اكيد اتكلمت عن مكاسب هذه المباراه، قد ايه المكاسب، مكاسب فنيه و و و و. انا عايز اتكلم حضراتكم في نقطه مختلفه شويه. تفتكروا طبعا اختيارات كروش اول ما جه، وكان في جدل واسع كبير جدا لعدم اختيار محمد شريف ومحمد مجدي قفشه. انا هتكلم باختصار على يمكن طبعا اختيارات هي حق اصيل للمدير الفني، لكن في اعتقادي الشخصي يمكن بعض الناس كتبت ان كروش يعني بيكسب الرهان او بيكسب التحدي. الموضوع ما فيهوش يعني ما فيهوش تحدي لاي شخص او اي جهه، الموضوع كله وجهات نظر فنيه. واعتقادي الشخصي ان وجود محمد شريف كان مهم جدا جدا في المباراتين دول. ليه؟ نتكلم على المباراه الاولى. طبعا مصطفى محمد لعيب كويس قوي، لعيب مهاري، لعيب بيأدي بشكل كويس مع جلاتا سراي، مع منتخب مصر. ولكن لما يكون عندك يعني مصطفى محمد هو لعيب بوكس، لعيب بيلعب في ال 18 بشكل اكتر من رائع، ويعني عنده ضربات الراس بيتميز بيها بشكل جميل جدا، وعلى اساس دوت متواجد في منتخب مصر عنده هذه الصفات. لكن لما يكون كمان عندك مهاجم زي محمد شريف، واعتقد محمد شريف ليه مواصفات مختلفه تماما عن مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب بوكس بيلعب بدماغه كويس قوي، لعيب ممكن يكون محطه بشكل كويس، دي كلها مميزات جميله جدا. لكن مهم كمان في منتخب مصر ان يكون عندك اكتر من لاعب بمميزات مختلفه، بعناصر مواهب مختلفه، بامكانيات مختلفه، وخاصه مركز راس الحرب. محمد شريف اعتقد كان وجوده مهم. ليه؟ لان محمد شريف كمان مختلف عن مصطفى محمد. محمد شريف وارد جدا في بعض المباريات تحتاج لمهاجم زي محمد شريف، تحركات، كرات بينيه، وشفنا الكلام دوت يمكن على مستوى خط النص افتقدنا شويه التمرينات البينيه. بنتكلم على راس حربه بيوسع مساحات كتيره جدا للقادمين من خلف، ودايما طبعا بنتكلم على محمد صلاح نجمنا الكبير، بيحتاج هذه المساحات عشان يبدا يتواجد جوه ال 18 ويحرز اهداف. فعايز اقول لحضراتكم كلنا طبعا سبورت للمنتخب، لكن كان عندي وجهه نظر فنيه رغم طبعا نجاح المنتخب بشكل اكتر من رائع، 6 نقاط امام المنتخب الليبي نتيجه رائعه جدا، لكن ما زلت عند قولي ان كان المنتخب ينقصه محمد شريف. لان دايما بنقول ان عندك منتخب قوي يبقى لازم يكون عندك دكه قويه جدا، مش ال 11 بس، بنتكلم على 23 لعيب. وجود محمد شريف اعتقد كان مهم في المباراتين اللي فاتوا، لكن انا متاكد ان شاء الله الفتره اللي جايه هنلاقي قفشه، وهنلاقي محمد شريف، وهنلاقي ان شاء الله كمان نجوم على مستوى الدوري اللي هيبدا يمكن خلال اسابيع. على مستوى قارة أفريقيا عايز أقول لكم إن المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي خلاص وصلوا إلى الفاينل ستيج، وصلوا إلى مرحلة الإقصاء أو المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022. على مستوى أوروبا كمان في فرقتين، المنتخب الألماني خلاص وصل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2022، وعلى الجانب الآخر كمان منتخب الدنمارك. منتخب الدنمارك اللي في اعتقادي الشخصي هو أفضل منتخب في العالم في هذه التصفيات. منتخب الدنمارك وصل لكأس العالم، لغاية دلوقتي لعب 8 مباريات، 24 نقطة، لم يدخل مرمى هدف، وحقق 27 هدف في هذه التصفيات. رغم عنده فرق كبيرة زي مع منتخب اسكتلندا، لكن منتخب الدنمارك بصراحة بيحقق يعني بعد طبعا اليورو 2020 بيحقق نتائج رائعة،
وبيكون أول المتأهلين إلى كأس العالم عن قارة أوروبا برقم قياسي، 8 مباريات 24 نقطة 27 هدف وما دخلش مرماه ورا ولا هدف. على الجانب الآخر ويمكن في الحتة الثانية من القارة، يعني من الكرة الأرضية زي ما بنقول، تصفيات ساوث أمريكا خلاص أعتقد بشكل كبير جدا البرازيل، الأرجنتين يمكن تأهلوا بشكل مش هقول رسمي لكن بشكل قريب جدا إن شاء الله. النهاردة في حلقتنا هنناقش ده مع طبعا ناقد أحمد مجدي، طبعا ناقد الرياضي المتميز في الكرة العالمية، هنتكلم معاه في هذه النقاط. ده على مستوى فقرتنا النهاردة، هنتكلم على تصفيات أفريقيا أوروبا وساوث أمريكا. لكن خلينا نتكلم عن بعض الأحداث يمكن اللي حدثت الأسبوع ده. نجمنا الكبير محمد صلاح، كتير برضو من الناس يعني كانوا مستغربين يعني إزاي محمد صلاح لم يحرز أحسن لاعب في البريمير ليج عن شهر سبتمبر. لكن عايز أقول لحضراتكم إن يعني الجماهير بتنصف محمد صلاح، التصويت الجماهيري في البريمير ليج بيفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج عن شهر سبتمبر، وطبعا كان متفوق على رونالدو بنسبة كبيرة جدا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني هو التصويت طبعا على طبعا رابطة الأندية المحترفة ده مختلفة عن تصويت الجماهير. محمد صلاح بيفوز على أو بيحصل على طبعا هذه الجائزة، جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج عن شهر سبتمبر. وزي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح بيحقق أرقام كبيرة جدا جدا، يمكن الناس استغربت شوية يعني ترشيح رونالدو أو فوز رونالدو رابطة الأندية المحترفة، يعني قالت رونالدو أفضل لاعب في سبتمبر، لكن يجي الجماهير ودايما يعني أنا دايما مع الجماهير، يعني صوت الجماهير دايما هو بيكون الصوت الأقوى بعيد عن بعض التدخلات الفنية، لكن صوت الجماهير في إنجلترا بيقول إن محمد صلاح أفضل لاعب في البريمير ليج في شهر سبتمبر. على الجانب الآخر برشلونة، بنتكلم على فريق برشلونة يمكن بيقدم مستويات يعني ضعيفة جدا من خلال الليجا، من خلال الشامبيونز ليج، والنهاردة كمان كان في صدمة لجماهير برشلونة. يعني جماهير برشلونة كانت على أمل يعني الماركاتو الشتوي في خلال يناير اللي جاي يكون في بعض الصفقات، بعض اللعيبة، بعض النجوم اللي ممكن تكون داعم بشكل كبير ل فريق برشلونة زي ما بقول لحضراتكم. لكن بيطلع النهاردة تصريح من مسؤولي برشلونة بيقولوا لا، الماركات الشتوي احنا مش محتاجين لعيبة ومش هيكون في صفقات كبيرة بشكل كبير للماركات الشتوي. ده اعتقد كمان يعني شيء محزن لكل جماهير برشلونة، بجانب كمان تصريحات رئيس النادي اللي قال ان كمان رونالد كومان رغم طبعا الاخفاقات الكبيرة اللي بيعملها خلال المباريات اللي فاتت، لكن بيبقى على طبعا وجود رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية في برشلونة. طيب في كمان خبر عن يمكن كيميتش، طبعا كيميتش ده طبعا لعيب المنتخب الألماني واللعيب الرائع لفريق بايرن ميونخ، وكمان بعض علامات الاستفهام. كيميتش ده بيحقق يعني أداء أكتر من رائع، يعني بيحقق على مستوى الفني أداء أكتر من رائع، وكمان سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يعني بيتكلم على أداء كيميتش مع المنتخب الألماني ومع طبعا فريق بايرن ميونخ، وبيقول لك يعني بيتساءل كده بسخرية يعني هو إمتى كيميتش خسر الكرة في وسط الملعب. كيميتش ده طبعا سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بيقول من أفضل اللعيبة في العالم على مستوى خط النص، وإن كيميتش يمكن بيقول إنه بيخسر الكرة بس في حالة إن بيدي الكرة لابنه أو بيلعب الكرة مع ابنه. طبعا يعني ما بين قوسين كده، ما بين قوسين طبعا هو كيميتش طبعا علامة استفهام موجودة حتى في على جانب في ألمانيا. الثلاثين لاعب أو الليستة من 30 لاعب لأفضل لاعب أو المرشحين للحصول على البالندور في هذا العام لا يتواجد فيها اسمين، بنتكلم على كيميتش وبنتكلم كمان على مولر. مولر طبعا اللاعب الكبير جدا جدا اللي يمكن بعد المباراة اللي فاتت أمام مع المنتخب الألماني بيعادل رقم كلينسمان على مستوى المشاركات في في على مستوى المشاركات مع المنتخب الألماني، إن الاسمين دول مش متواجدين حتى في الـ30 اسم المرشحين للبالندور. ده علامة استفهام في الشارع الألماني والصحف الألمانية بتتكلم عليها. وكمان هنتكلم على لعيب يمكن من كل الدوري الألماني
ما فيش غير اتنين لعيبة بس موجودين في يعني الليستة المبدئية للبلندور، هو ليفا طبعا المهاجم البولندي وقائد الفريق البايرن، وهالاند اللعيب المعجزة القادم بقوة مع فريق دورتموند. دي كانت بعض الأخبار السريعة. خلينا مع حضراتكم كمان نعرف عناوين الصحف العالمية قالت إيه خلال الأسبوع ده هنا في المحترف. طيب نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحافة العالمية بصحيفة إيس الأسبانية اللي كتبت ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان من أجل التعاقد مع كيسي ورودريجو، خاصة أن الثنائي سينتهي التعاقد مع أنديتهم بنهاية هذا الموسم. كتبت طبعا ليفواري كيسي طبعا لاعب الميلان رفض عرض التمديد المقدر ب 6.5 مليون يورو في العام. ريال مدريد مستعد لتقديم عقد بقيمة 12 مليون يورو لرودريجو. تعليقا على طبعا قدرة تعاقد ريال وبرشلونة مع الثنائي مجانا، كتب الصحيفة الكلاسيكو مجاني. لسه في أسبانيا تحديدا مع موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي كتبت مزاد على هالاند، وكتبت اللاعب مطلوب في أندية مانشستر سيتي، ريال مدريد، تشيلسي، بايرن ميونخ، البي اس جي، ليفربول. الصحيفة اهتمت كذلك بطبعا جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة واللي دافع عن نفسه من ادعاءات خوان طبعا، وألقى مسؤولية لابورتا إغلاق السنة المالية الحالية على عاتق فريق خوان لابورتا. طيب نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا، تحديدا سبورت مترو الأسبانية اللي سلطت الضوء على تصريحات جاريس ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي واللي أكد فيها أن لا أحد في مأمن، في إشارة طبعا اللي أن الأفضل فقط هو من ينضم إلى المنتخب الإنجليزي، وأن المنتخب مش عجوز لأسماء محدودة أو محجوز لأسماء محدودة من اللاعبين دون المستوى. كمان الصحيفة تحدثت عن تقديم مانشستر سيتي لعقد جديد لطبعا فودن لمدة 6 سنوات، بعد أكيد فودن بيتألق مع المان سيتي ويتألق مع الفريق الإنجليزي. لسه مع حضراتكم في إنجلترا مع ديلي إكسبريس، اهتمت ديلي إكسبريس بأحداث الشغب يمكن اللي حدثت خلال مباراة إنجلترا والمجر، وكتبت إنجلترا تستعد لحظر مشجعي ويمبلي. وكتبت الصحيفة كمان صحيفة إنجلترا هنعرف مصير طبعا العقوبات من خلال الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. طيب هنسيب إنجلترا ونروح لإيطاليا، تحديدا صحيفة كوري دي لسبورت اللي كتبت عن الدوري الإيطالي اللي بيعود بمباراتين كبيرتين وهما مباراة لاتسيو وإنتر وروما واليوفنتوس. اهتمت هذه الصحيفة أيضا بفريق نابولي الإيطالي وكتبت أوسي مارتينيز هو السلاح السري لإسبالاتي. طبعا كل الصحف أكيد خلاص بدأت تتكلم عن عودة الدوريات في أوروبا. طبعا زي ما بقول لحضراتكم التصفيات على مستوى العالم خلال الأسبوع اللي فات، لكن خلاص عودة الحياة أو للدوريات الأوروبا إن شاء الله من يوم الاثنين هنتابع مع حضراتكم الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي. لكن لسه معانا حاجات كتيرة جدا جدا النهاردة في المحترف، هنعرف كل تفاصيل الوصول والطريق إلى المونديال لكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف، يعني في الفترة أو الفقرة التانية معانا الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية المتألق أحمد مجدي. أحمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، وإن شاء الله تكون منور النور حضرتك يا كابتن، وإن شاء الله تكون حلقة قيمة إن شاء الله بإذن الله. بص طبعا إحنا عندنا زي ما أنت عارف يمكن الأسبوعين أو العشرة أيام اللي فاتوا كان الطريق إلى المونديال، تصفيات أفريقية، تصفيات أوروبا، وتصفيات الساوث أمريكا. عايز أبدأ معاك يعني بأفريقيا، نتكلم على أفريقيا بشكل كامل، ولكن نبدأ بمنتخب مصر. شفت، مش هقول لك شفت المباراة ازاي، لكن شفت أداء المنتخب المصري مع كيروش في مباراتي الذهاب والعودة أمام المنتخب الليبي ازاي؟ الحقيقة المدرب كارلوس كيروش أدار اللقاءين الأولين مع ليبيا باقتدار شديد، ونجحنا إن احنا نحقق أكتر من المطلوب، إن احنا فزنا بأداء كويس
بره وجوان. احنا كنا لو كنا خدنا 4 نقاط من الماتشين كنا هنبقى في وضعيه كويسه جدا في المجموعه، ولكن احنا خدنا العلامه الكامله باداء ممتاز جدا باكتشافات كويسه في الملعب، ولكن الامور نزعها من سياقها مش بيكون عادل في كتير من الاحيان. برضو المنتخب الليبي مع احترامنا الشديد هو منتخب اقل منا بمراحل، منتخب كان خايف جدا من محمد صلاح واغفل مفاتيح لعب كتيره، احنا نفسنا اتفاجئنا بمفتاح لعب زي عمر مرموش، الى جانب ان في لعيبه كتيره كانت بتحاول تثبت نفسها لكارلوس كروش في الوقت ده، في لعيبه كتيره يعني كانت عايزه تطرح نفسها بقوه، حتى المدرب كارلوس كروش نفسه كان عايز يقدم اوراق اعتماده بشكل جيد للكره المصريه بشكل عام. فاعتقد ان هي يعني نحط الموضوع في نصابه ان احنا قربنا خطوه كبيره جدا للمباراه الفاصله، ولكن ما نديش الموضوع اكبر من حجمه. احنا ده موقفنا الطبيعي، موقف صحيح. مصر الطبيعي ان احنا نكون في الماتش الفاصل ونكون في المونديال ان شاء الله في 2020. انا طبعا بتفق معاك، تاريخ مصر وامكانيات مصر الفنيه في مجموعه زي ديت، يمكن ظروف، يمكن اول مباراتين هي اللي حطت المنتخب في ضغوط معينه، لكن عايزين نتكلم من ناحيه مختلفه شويه. عارفين طبعا المباراه مشت ازاي، لكن عايز اتكلم على شخصيه كيروش نفسها المدير الفني الجديد للمنتخب المصري. كنت بتكلم في الانترو، بعض الناس قالت طبعا هو ادى بشكل كويس ومباراتين ب6 نقاط ده شيء رائع. بالنسبه للاختيارات كنت بتكلم على المستوى، على مستوى خاصه راس الحرب. انت عارف يا احمد، يمكن في اوقات كتير كان منتخب مصر بيعاني من مركز راس الحربه بشكل كبير جدا، وما عندناش، ولو عندنا لعيب ما عندناش البديل. انا في رايي ان في الوقت الحالي عندنا اكتر من بديل، هو بدا بمصطفى محمد، وانا كنت بقول ان في وقت من الاوقات كان محمد شريف بستايل مختلف بامكانيات مختلفه بامكانيات راس حربه شادو كمان سترايكر ممكن يكون ليه دور في المباراتين اللي فاتوا. يعني طبعا كلام حضرتك سليم، يعني في مركز راس الحربه بالذات بتحتاج لاعبين متنوعين زي ما كان المنتخب ايام كابتن حسن شحاته، في لعيب زي عماد متعب، في لعيب زي عمرو زكي، في لعيب محطه يقدر يلعب براسه يقدر يهد الدفاع، وفي لعيب يقدر يتحرك في المساحات مزبوط. يقدر يجري من ورا الديفنس. ولكن الوضعيه اللي دخل بها كيروش تدريب منتخب مصر فرضت عليه نمط معين من التعامل في ناحيتين. الناحيه الاولانيه اللي لها علاقه ان هو عايز يدي اكبر جرعه من الثقه لمصطفى محمد لانه كان بيفتقدها. فاحيانا بيبقى في مدرب عايز يدي ثقه بطريقه حاده جدا، انه انا البديل بتاعك اللي هو مهاجم مصر الاول طول السنه اللي فاتت، انت هتدخل الماتشين المهمين جدا والمصريين دول وانا عايزك انت اللي تتالق فيهم. فده خف الضغط على مصطفى محمد بالذات في الماتش الثاني. مصطفى محمد كان متحرر جدا، صنع هدف وعمل الثاني ولعب وكان محطه كويسه جدا وحاول كتير على المرمى. وشق تاني ليه علاقه بشخصيه كارلوس كيروش نفسه وتجاربه التاريخيه السابقه في الانديه. انا عايز اتكلم في النقطه ديت، لان زي ما انت بتقول هو كان مفاجاه كبيره جدا مش لجماهير النادي الاهلي، ما بنتكلمش عن النادي الاهلي دلوقتي، بنتكلم على منتخب مصر، ان نجم بقيمه محمد مجدي قفشه، محمد شريف في هداف الدوري ويمكن هو اللي احرز هدفين المباراه الوديه قبلها بيوم قبل ما يستبعد بيوم، فاستبعاده فيها عمليه الصدمه، فيها شوك. يا ترى دي من يعني كروش متعود على كده؟ شخصيه كروش حللها لنا من خلال يعني تجاربه السابقه مع المنتخبات ومع الانديه كمان. طبعا يعني احنا كلنا في حل ان احنا نقول انه كيروش، ان قرار استبعاد قفشه ومحمد شريف ما كانش قرار فني، احنا متاكدين كلنا من ده، كل الناس متاكده من ده، حتى كيروش لما بيقول انه كان استبعاد فني فهو ما قصدوش كده قوي. هي القصه ان كارلوس كيروش زي ما بقول لحضرتك على تجاربه التاريخيه، انا اول لما القرار ده طلع افتكرت على طول تاريخه لما كان مساعد للسير اليكس فيركسون في مانشستر يونايتد، وقصه ان هو تسبب في رحيل نجوم ابرزهم روي كين مثلا. روي كين كان بقاله 12 سنه ونص في مانشستر يونايتد، نجم سير اليكس فيركسون المدلل، فيركسون كان بيوصفه ان هو اداته للسيطره على اوضه اللبس غير دوره في الملعب. فلما سير اليكس فيركسون كان بينتقي في الاوقات دي مساعدين، اللي هو بدا يتقدم في السن شويه، فيركسون كان بينقي مساعد، مش مساعد بس اللي هو مساعد، لا كان بينقي مساعد يدبر له امور محوريه جدا زي البري سيزون كله، الاحمال البدنيه كلها، الصفقات كلها، ما كانش بيتدخل اليكس فيركسون غير في الاتمام النهائي. فلما وصل كيروش للمساعدين مانشستر يونايتد اول ولايه وراح ريال مدريد، رجع من ريال مدريد قرر ان هو يعمل معسكر البري سيزون كله مش في انجلترا، يعمله كله في البرتغال في بلده. فلاعيبه مانشستر يونايتد الكبيره استهجنت جدا القرار ده، لان اللعيبه بتاعت لما بتسافر بتاخد في البري سيزون الشهر ونص، وده بياخدوا عائلاتهم كلهم معاهم. صحيح. فلما خدوا عائلاتهم كلهم لقوا المعسكر كمان حالته مزريه جدا جدا، وبالذات بقى روي كين كان منفصل، فصلوا عن المعسكر وقعدوا في فيلا
روي كين بعد 14 سنه قال ان هي الفيلا دي كانت فيلا كارثيه، موجود فيها ثلاث سراير بس، في اسرته كانت خمس افراد، فيها حمام سباحه سماه بعد انه حمام سباحه مصمم للغرق، ما كانش مصمم ان الناس تعوم فيه، كان مصمم الناس تغرق فيه. فبعدها على طول فوجئ لما رجعوا انجلترا ان كارلوس كيروش امر بانه يتدرب مع الـ مع الـ مع الـ مع الفريق الرديف، وما كانش موجود في قائمه اول ماتش في السيزون مع ميدلسبرا. طلع روي كين في تصريحات بسيطه بينتقد لاعبين مانشستر يونايتد، كيروش ضخم العمليه جدا، كل ده عشان يقول للعيبه انه انا صاحب السيطره هنا، يعني انا صاحب السيطره، حاجه زي حاجه مش منطقيه في اوضه اللبس، بس بتخلي بعد ما بتخلص نظريتي الصدمه يعني بعد يعني ما بتخلص من هنا كل الناس بتبقى مستعده انها تسمع كلام الراجل ده. اللي ساعد كيروش في كده الوضعيه التعاقديه اللي كلنا سمعنا عنها لما هو جه والاتحاد حط بنود التعاقد على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كل حاجه، عمل بيها رسمي وقال ان العقد ده، يعني ما قالش، يعني احنا عرفنا من الكواليس والاروقه ان العقد ده موقوف على نتيجتين ماتش ليبيا، يعني لو ما كانش ماتش ليبيا ما كناش حققنا نتيجتين ايجابيتين كان ممكن كارلوس كروش ما يكملش مهمته في تدريب المنتخب المصري. فده اداله قلب جامد حتى ان هو يعمل اللي هو عايزه في الماتشين دول، يعني هو يكسب وبالطريقه اللي تعجبه لانه بعدين هيطلع قوي. اعتقد ان ده السر اللي يعني السر، وهو عمل كده في منتخب ايران، يعني هو كارلوس كروش كان اللي نهى تجربه الجيل الذهبي الايراني اللي هو من بعد 2003 و2004، علي دائي وعلي كريم ومهدي مهدي فيكيا، الجيل الكبير بتاع منتخب ايران ده كان النقطه اللي نهت كل ده هو كارلوس كروش. كارلوس كروش بيحب ان هو يصدم كل الناس، حتى الجماهير انصدمت والاعلاميين لما كان في المؤتمر الصحفي وبيقول للصحفيين انا عايز انا اللي اسالكم سؤال، انتم مستعدين تشجعوا منتخب مصر؟ انا في اعتقادي الشخصي يا احمد طبعا مع عدم قطع كلامك انه حاول بقدر الامكان عمليه الشوك، عمليه انا المسيطر بشكل بالزبط. كبير، ولكن طبعا احنا بنتكلم كل الاحترام لاختياراته، لكن يبقى نجمين كبار زي محمد مجدي قفشه ومحمد شريف اكيد هيكون ليهم دور الفتره اللي جايه، لكن كمان احنا بنتكلم على مصلحه المنتخب، بنتكلم على الدور التكتيكي خاصه لمحمد شريف مع مصطفى محمد، كان كوكا كان موجود ولكن اصاب، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشوف يعني هنشوف النقطه الاهم كمان يا كابتن الكويسه اللي عملها قفشه ومحمد شريف انه كيروش ممكن يتصيد لنجم كبير اي خطا صحيح. او اي رد فعل، هما الاثنين مر الموضوع بمنتهى الاحترافيه، ده النادي الاهلي ودي لعبه النادي الاهلي طبعا، فهم عدوا المساله مش بشياكه وباحترافيه شديده باحترافيه. طيب نتكلم شويه على الجزء الفني خاصه المباراه الثانيه، مباراه كانت مباراه على المستوى طبعا ارض مختلفه شويه، كان بدا بنفس التشكيل اللي بدا، ودي كمان كان نوع من انواع المفاجاه، كان بعض الناس بتقول انه هيكون في تغيير على مستوى وسط الملعب، لكن تقريبا نفس التشكيل اللي لعب المباراه الاولى في القاهره. شفت المباراه دي ازاي والشكل الفني والتكتيكي لكيروش في هذه المباراه؟ طبعا المباراه الثانيه كانت اسهل من المباراه الاولانيه في شيء انه ليبيا نازله عايزه تجيب جول او مش عايزه تركن الباص زي ما بنقول في الكوره، زي الماتش الاولاني عايز يطلع ويتاهل ويعمل اللي هو عاوزه. ده سهل المهام على منتخب مصر خصوصا بعد الهدف الاول. انا متفق مع حضرتك ان هو من انصار تثبيت بعض الاشخاص في مراكز بيانها، مثلا احنا استشفينا من ماتش ليبيريا ومن ماتشين ليبيا ان محمد النني عنصر اساسي في خطط كارلوس كيروش، ومش مستعد ان هو يعني غير كل لعيبه خط النص، بس محمد النني هو العنصر الثابت بالنسبه لي، هو شايف ان هو عمرو السوليه هو اللاعب خط الوسط الثاني، بتهيألي عمر مرموش حجز مكانه في الـ في الـ في الـ في الجناح الـ الـ الايسر يعني لمنتخبنا. كيروش جايب فكره انه عايز اخلق مفاتيح لعب مختلف عن محمد صلاح، لان ده اللي هيخلي منتخب مصر مختلف، لان كل يعني فكره ان انا الجزائر يبقى عندها رياض محرز والسنغال ساديو ماني فنسيطر على النجم ده وتبقى كل الحلول من عنده، هي فكره كلاسيكيه جدا. اما انه هو عايز يفتح اكتر من مساحه لعب، صانع اللعب اللي هو كان عبد الله السعيد ما كانش بس صانع لعب بشكل واضح، كان بينزل في 3 نص ملعب، كان بينزل في 3 نص ملعب يقرب للجناح وللظهير من هنا يعمل مثلث، لعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3. انا بتهيألي في الماتش الثاني، الماتش الثاني شفنا ادوار مختلفه لعبد الله السعيد شويه، ما شفناش اللي هو لو بنلعب 4-2-3-1 رقم 10، لكن شفنا ادوار مختلفه. السؤال هل كيروش هي خلاص هو رايح ل 4-3-3 بشكل معين، ولا ما زال وهو قال انا مش هعمل ثوره في المنتخب، ما زال يعتمد على 4-2-3-1؟ هي ممكن تبقى 4-2-3-1 بمهام برسم 4-3-3 في وضعيه صنع الالعاب، وده اللي ممكن يعبر عنه اكتر الماتشات الجايه اذا كان هيستخدم قفشه ولا لا. يعني صحيح. سؤال قفشه ده مهم، لان عبد الله السعيد مهما كان ما بيديلكش الجهد البدني
اللي تقدر تحطه مثلا، يعني تقدر تغير شكل النص ملعب بحيث يبذل مجهود اكبر. هو بيعمل ايه دلوقتي عبد الله سعيد في الماتش الثاني بالذات ومع منافس معلش محدود بحجم ليبيا؟ هو يقدر يلعب تحت راس الحربه دايركت منه للجناح على طول، مايل ناحيه الشمال شويه، يقدر يعمل مثلث مع ناحيه الشمال. المهمه دي لانه لو كنا بنلاحظ ماتش ليبيا اللي كان بيشيلها عنه في الناحيه اليمين كان عمرو السوليه، هو اللي بينزل مع اكرم توفيق مع محمد صلاح يبقى المثلث من هناك. ولكن لو في قفشه، ومفيش عبد الله سعيد، قفشه يقدر بدنيا يعمل يعمل المثلثين من الناحيتين ويخلي عمرو السوليه يرتاح دفاعيا. واعتقد ان هو هيلجا للاختيار ده سواء كان قفشه او عبد الله سعيد، ولكن ضده خصوم اكبر. يعني الماتش الفاصل ما نتخيلش اعتقد انه رقم 10 ده هيعمل اللي عمله في ماتش ليبيا. طبيعي لا طبيعي. ممكن يكون مركز قوي ان هو يصنع لراس الحربه وللاجنحه تمريرتين، لان كارلوس كروش من المدربين اللي بيعرفوا يقفلوا جدا بعد ما بيسجل هدف بيعرف يقفل جدا. فهو اعتقد ان هو مهتم جدا يبقى في ثنائي دفاعي بيمارس المهمه الدفاعيه بتاعته بمنتهى الاريحيه. صانع اللعب هو اللي بيريحهم في كده مش العكس، يعني صانع اللعب هو اللي بيديهم ضغط متقدم وتوزيع لعب وبيخليهم مش مهتمين قوي بتطوير المهمه. وعلى مستوى طبعا يعني على مستوى التكتيك، لما يكون عندك مرونه تكتيكيه تقدر تلعب بيها بكذا عنصر وكذا طريقه لعب 4-2-3-1، طريقه مميزه للمنتخب المصري من سنين طويله، ولكن انك تعملها بشكل 4-3-3 في تغيير مهام رقم 10 ده كمان شيء ايجابي. وزي ما بقول لك مباراه كانت مهمه، عايز اشوف ارقام المباراه معاك من خلال برضو الارقام نعرف المباراه كانت ماشيه ازاي. كلنا طبعا كنا يعني سعداء خاصه بالنتيجه، 3 اهداف في طبعا وانت بتسجل خارج ارضك ده شيء مميز جدا. طبعا اهداف 3-0 لصالح المنتخب المصري، الفرص 8 للمنتخب المصري احرز منها 3 اهداف، وثلاث فرص للمنتخب الليبي لم يحرز منها ولا هدف. الاهداف المتوقعه لصالح المنتخب المصري 1.3 مقابل 0.7، نسبه الاستحواذ يمكن متساويه لحد كبير، منتخب الليبي 51%، مصر 49%. التمريرات 509 منها 414 صحيحه بنسبه 81% للمنتخب المصري، المنتخب الليبي بنفس النسبه تقريبا ما فيش اختلاف. التصويبات على المرمى 12، ده رقم كويس قوي للمنتخب المصري، منهم 6 ما بين القائم والعارضه مقابل 8 للمنتخب الليبي، ما بينهم 2 ما بين القائم والعارضه. 7 عرضيات للمنتخب المصري، 12 عرضيه للمنتخب الليبي، ركنيات 1 لمصر 3 لليبيا. المنتخب الليبي كان بيعتمد على العرضيات في المقام الاول وهو نجح، ودي نقطه لازم نعبر نحط تحتيها كده خطوط كتيره، ان منتخب ليبيا نجح كتير انه يوصل بعرضيات لمرمى الشناوي، او ابو جبل، لانه المنتخب الليبي مميز في النقطه دي. احنا ما كناش مستعدين بشكل مثالي للمساله دي، لانه اكتر من كوره المهاجم او الشخص اللي في السته او في ال 18 طلع وصوب من اللي فوق، فمع منافسين اقوى وبيقدروا يترجموا الرأسات دي الأقوى لسه هجيلك، لان احنا بالزبط. زي ما بقول لك يا احمد احنا في مرحله، طبعا اعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله حظوظ المنتخب للوصول للمرحله الاقصائيه خلصت تقريبا، يعني اعتقد بنسبه كبيره خلصت بنسبه يعني. 99% بالزبط. ان شاء الله. لكن هنيجي كمان لما بعد، ده اعتقد هتبقى قصه مختلفه خالص. وخلينا كمان اتكلم معاك، رغم زي ما بنقول ان شاء الله وصلنا بشكل كبير للدور النهائي للتصفيات، لكن تبقى المباراه اللي جايه مهمه جدا جدا، ان فوز المنتخب المصري بيحسن موقفه في التصنيف، موقفه طبعا في تصنيف الاتحاد الافريقي اللي بناء عليها بناء عليه طبعا هنشوف بالظبط. يعني احنا ربنا يكرمنا بس في المجموعه اللي فيها تنزانيا ومدغشقر دي للاعب المتصدر من المجموعه دي، غير كده كيروش برضو يعني انا كل ثقه ان كيروش بيعرف يعني بيعرف يعمل يلعب تصفيات، بيعرف يلعب تصفيات وبيعرف ياخد اللي هو عايزه من الماتشات. ولكن في خصوم احنا مش من مصلحتنا ان احنا نحتك بيهم في الوقت الحالي، لانه عادي موازين القوى كانت على سبيل المثال الجزائر، الجزائر والسنغال خصوم صعبه جدا، معقدين جدا. انا بفضل اواجه المغرب او تونس، بس ما نواجهش الجزائر خالص، لانه الجزائر غير الشحن المعنوي. خلي بالك كمان الجزائر لسه لغايه دلوقتي موقفها مش قوي، لسه عندها ماتش مهم قدام بوركينا ممكن يحصل الصداره في الاخر. ولكن انا ما بفضلش الجزائر وما بفضلش السنغال، شأني يعني انا متخيل ان في اتفاق عام ان الجزائر والسنغال هم اقوى منتخبين في افريقيا في الوقت الراهن يعني، بس الجزائر الموضوع معقد جدا، لانه الشحن المعنوي اللي بيبقى قبل ماتشات شمال افريقيا والتطور اللي فيه الكره الجزائريه والاستقرار والارقام اللي عمالين يحققوها، هم دلوقتي تقريبا واصلين ل 35 ماتش من غير هزيمه، بقى لهم ماتشين تقريبا او 3 ماتشات، وأكتر منتخب عمل سلسله الهزيمه في التاريخ.
فمنتخب الجزائر لا يعني في حاله معنويه وفنيه ونفسيه قويه جدا. مجرد ما يعدي من مجموعته هيستنى بقى في الماتش الفاصل احنا نبقى اكبر منتخب ممكن يخلق له دوافع ان هو يلعب مصر تاني. صحيح. بعد كاس العالم اللي فات، تصفيات كاس العالم 2010 وكاس افريقيا بعدها لما كسبناهم 4-0. فاعتقد انه يعني اصعب منتخب يعني اتمنى ما نواجهوش هو الجزائر ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا. زي ما بقول لحضراتكم لغايه دلوقتي تصنيف الاتحاد الافريقي، مصر في المركز السادس، يمكن نيجيريا في المركز الخامس، لكن عدد النقاط الفارق وصل ل 30 نقطه. اعتقادي الشخصي انه مهم جدا جدا خلال المرحله اللي جايه ان منتخب مصر يركز، يعني حتى لو ضمننا التاهل للدور الاقصائي لازم نركز كويس قوي في الفوز في جميع المباريات، يعني تحسبا لطبعا المواجهة المرتقبة ما بين الفرق الكبيرة في أفريقيا. إن شاء الله مصر اسم كبير جدا جدا، لكن كمان لازم يكون التصنيف من أول خمسة في على المستوى الأفريقي. نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل، ويعني الطريق إلى المونديال في العالم على سبيل طبعا المنتخبات وخاصة المنتخب المصري، ولسه هنتكلم كمان على منتخب ألمانيا والدنمارك ونتكلم على البرازيل والأرجنتين. اهلا بحضراتكم مره تانية. احمد، كنا بنتكلم على نسبه كبيره جدا ان شاء الله وصول المنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب الليبي الوصول للمباراه الاقصائيه. كمان المنتخب المغربي ومنتخب السنغال هم اول فريقين على مستوى منتخبات افريقيا وصولا للفاينل ستيج او المرحله الاخيره من التصفيات. شفت الجوله ازاي، الجوله الرابعه من التصفيات، و يا ترى في مفاجآت؟ هل حصل ان بعض الفرق الكبيره في تعثر؟ شفت الجوله الرابعه ازاي بشكل عام يعني؟ لا بشكل عام كانت الجوله منطقيه في كتير من تفاصيلها. طبعا شاهد زي ما حضرتك قلت تاهل السنغال والمغرب للمرحله الفاصله، تونس حققت فوز كبير على موريتانيا، الفرق معظم الفرق الكبيره فازت رايح جاي، يعني حسمت الموضوع كله في الجولتين. تعال نبص انا وانت على النتائج، يا ريت النتائج الجوله الرابعه ونشوف ونحلل بعض المباريات، وخاصه زي ما بقول هو وصول خلاص المغرب والسنغال. طبعا اثيوبيا الهزيمه امام جنوب افريقيا 3-1، غينيا بتتعادل مع السودان 2-2، غانا بتفوز على زيمبابوي 3-1، توجو والكونغو 1-1، فوز السنغال والتأهل إلى الأدوار الإقصائية 4-1 أمام ناميبيا، غينيا بيساو والهزيمة من المغرب 3-0، كينيا بتتهزم من مالي 1-0، أفريقيا الوسطى هزيمة أمام نيجيريا 2-0. يمكن كان المباراة اللي فاتت كان أفريقيا الوسطى فازت 1-0، لكن بترجع نيجيريا بتفوز 2-0 على أفريقيا الوسطى. بنين خسارة 1-0 أمام تنزانيا، أوغندا 1-0 أمام رواندا، مدغشقر الفوز 1-0 على جمهورية الكونغو، زامبيا التعادل 1-1 مع غينيا الاستوائية، راس الأخضر 1-0 أمام ليبيريا، موريتانيا وتونس التعادل السلبي، موزمبيق بتنهزم أمام الكاميرون 1-0، الجابون وطبعا الجابون وأنجولا في مجموعة مصر، الجابون الفوز 2-0 على أنجولا، بوركينا فاسو 2-0 على جيبوتي، ساحل العاج الفوز 2-1 على ملاوي، ليبيا طبعا والهزيمة أمام المنتخب المصري 3-0، وطبعا في مباراة النيجر طبعا والجزائر وفوز منتخب الجزائري 4-0 أمام النيجر. زي ما قلت لحضرتك مفيش مفاجآت، شبه مفيش مفاجآت خالص، وكل الفرق كسبت حتى في الجولات اللي قبلها، كمان الماتشات اللي كانت قبلها بثلاث أيام كانت مخلصاها يعني الفرق الكبيرة. المغرب والسنغال وصلوا، الاهداف الجميله يعني في اهداف جميله جدا في الجوله دي، بالذات هدف الياس السخيري في تونس في موريتانيا كان في الجوله الثالثه اعتقد، كان في الجوله الثالثه ومحرز في الفاول في النيجر برضو كان في الجوله الثالثه اعتقد. بس مباراه غينيا والمغرب كمان كان فيها اهداف كتير، 5 أهداف في مباراه غينيا والمغرب، سفيان بوفال جاب جون كبير جدا. تعال نشوف ارقام مباراه طبعا غينيا والمغرب، وفوز المنتخب المغربي 4-1 ويعني تأهلها بشكل رسمي إلى الأدوار الإقصائية، المغرب أمام غينيا 4-1، فرص المغرب 7 منها 4 أهداف، المنتخب الغيني 3 فرص أحرزوا منها هدف، الأهداف المتوقعة 3.2 لصالح المنتخب المغربي مقابل 0.8 لغينيا، الاستحواذ للمنتخب الغيني يمكن متفوق بنسبة قليلة 53% مقابل 47% للمغرب، التمريرات الصحيحة بنسبة 84% للمغرب و85% لغينيا،
تصويبات على المربع 17 للمنتخب المغربي 7 ما بين القائم والعارضة، 14 لغينيا ما بينهم 3 ما بين القائم والعارضة، العرضيات 3 للمغرب 6 غينيا، الركنيات 4 المغرب 6 غينيا. الارقام ما بتقولش ان النتيجه كبيره، لكن في افكت في يعني في 4 اهداف للمنتخب المغربي، وزي ما بقول المنتخب المغربي مع السنغال هم اول متاهلين للدور الاقصائي. والمغربي والمنتخب المغربي بيمتلك هداف بحجم ايوب الكعبي برضو سجل هدفين في المباراه، واملاح لا املاح سجل هدفين والكعبي سجل هدف، وبوفيال سجل هدف عالمي من مقصيه. غينيا كمان ما كانش خصم سهل وسط مجريات المباراه نفسها، وان كانت النتيجه ما عبرتش عن سير الاحداث. غينيا كان منتخب محترم جدا. المغرب بتسير الى كاس العالم بهدوء يعني. خليل وزيتش المدير الفني طبعا للمنتخب المغربي مدرب عنده خبرات كبيره جدا جدا، ويمكن اعتقد في وجهه نظري الشخصيه من افضل مدربين على مستوى القاره الافريقيه. قال ايه منتخب المدير الفني للمنتخب المغربي بعد الفوز الكبير 4-1؟ نشوف مع حضرتك. صحيح أننا قدمنا مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا، لقد كانت مباراة مهمة وأداء رائعا من جانبنا، لكن هذا لا يعني أننا الأفضل. علينا أن نكون هادئين ضد غينيا، الجميع يقول إننا لا يمكن أن نخسر هذه المباراة، لكن كل شيء ممكن، يمكننا أن نخسرها لأي سبب، يمكن أن نكون متراخين في بعض الشيء وهذا قد يكلفنا غاليا. لذلك يجب دائما التعامل مع مباراة تصفيات كأس العالم على أنها مباراة مهمة للغاية. تعليق إنه زي ما كنا بنتكلم على قصة مصر وليبيا، احنا محتاجين نهدى خالص، ما نحط كل الأمور في نصابها. هو بيقول إن ما دام في أخطاء ظهرت في ماتش غينيا ده معناه إن احنا عايزين نتطور جدا، في إشارة للمراحل اللي جاية هتكون أقوى. خليل وزيتش طبعا مدرب محنك جدا وخبير في القارة الإفريقية، وبيواجه دلوقتي مشاكل كتيرة لها علاقة بأوضة اللبس في المنتخب المغربي ومشكلته مع حكيم زياش، ولكنه بيسير بالمركب بهدوء وباقتدار، وقدامه دلوقتي خطوة واحدة ماتش الفاصل ذهاب وعودة بس مع منتخب، واعتقد المغرب ضامن بشكل كبير وجوده في التصنيف الأول، فبيتهيألي المغرب من الفرق المرشحة بقوة انها توصل لمونديال 2022. صحيح. بيسيرو كاندي المدير الفني للمنتخب الغيني قال ايه بعد المباراة، نشوف مع حضراتكم. نحن نعلم أن كرة القدم تجلب تحديات كبيرة في الوقت الحالي، نحن في مرحلة التعافي، سنفعل كل ما في وسعنا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأولى. الخسارة بخماسية أمام المغرب، في هذا اللقاء الثاني سنحاول تغيير بعض الأشياء. تعافى عدد قليل من اللاعبين من الإصابة، لكن ليس كل اللاعبين لائقين بنسبة 100%. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما بنقول التصفيات على مستوى أفريقيا تصفيات قوية جدا جدا، تأهل خلاص المنتخب المغربي مع منتخب السنغالي للمرحلة الإقصائية، لكن كمان منتخب الجزائر. أحمد منتخب الجزائر طبعا وجمال بالماضي مدرب أعتقد أثبت كفاءة كبيرة جدا جدا على المستوى الفني، طبعا على مستوى عدد المباريات بدون هزيمة للمنتخب الجزائري، وكمان في خلال التصفيات رغم لسه المنتخب الجزائري لم يضمن التأهل للمرحلة الإقصائية، لكن أنت شايف منتخب الجزائر إزاي مع جمال بالماضي؟ منتخب الجزائر مع جمال بالماضي هو أفضل، ممكن يكون أفضل منتخب جزائري في التاريخ، ودي كلمة كبيرة لو قارناه بجيل 82 والأجيال العظيمة رابح مدر والأخضر باللومي والأسماء العظيمة دي كلها. المنتخب الجزائري جمع حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بقوة التخطيط، إن هو بيخططوا على المستوى المنتخب وبيخططوا على مستوى الأسماء الجزائرية اللي ينفع نجيبها من أوروبا، وبيخططوا على مستوى الاستدعاءات والمعسكرات وأرضية الملاعب والكلام ده، وفي نفس الوقت المحترفين الجزائريين يعني حاليا في 112 محترف جزائري في 112 محترف جزائري في أوروبا، من أكثر الدول المصدرة للاعبين المحترفين في الوقت الحالي. كل القوائم اللي فاتت ما فيهاش ولا لاعب من الدوري الجزائري، فأنت بتتكلم في ليفل، واللعيبة اللي مش محترفة في دوريات عادية يعني رياض محرز محترف في مانشستر سيتي، عيسى مندي في فيا ريال، اسماعيل بن ناصر في اي سي ميلان، اسلام سليماني في ليون، يعني كل اللاعبين في كبرى المستويات الاوروبيه، فده ليفل تاني في الـ في الـ في الـ في الكوره الافريقيه بالشكل. انا متهيألي ما فيش حد يحب يواجه الجزائر في الوقت الحالي، خصوصا بقى مع الشحنات المعنويه والحاجات النفسيه طبيعي اللي بتتسم بها كوره شمال افريقيا. فاحنا بنشوف الجيل الذهبي الابرز للجزائر من حيث الاداء الفني ومن حيث تكامل الخطط، يعني من حيث
من حيث الاستمراريه، من حيث حرص الاتحاد على ارضاء جمال بالماضي، اطاعه اللاعبين لجمال بالماضي، الدفعه النفسيه اللي حققتها بطوله كاس الامم 2019 في مصر بالذات ان هي في مصر، كل ده خلى الجزائر ماشيه في مرحله تصاعدي على مستوى الارقام. كمان يا احمد ان المنتخب الجزائري دلوقتي بيحقق 35 مباراه بدون هزيمة. فده كمان ريكورد كبير جدا جدا. معانا طبعا البروفايل ارقام المدير الفني المنتخب الجزائري جمال بالماضي، عدد المباريات 34 مباراه، فاز في 25 مباراه، تعادل في 8 مباريات، خساره وحيده ل 84 هدف، ده رقم كبير، رقم كويس جدا، عليه 24 هدف وشباك نظيفة 18 مرة. زي انت بتقول يمكن ثقة كبيرة جدا جدا حتى على مستوى الاتحاد الجزائري على مستوى، وده مهم جدا. جمال بالماضي كسب احترام وثقة اللاعبين الدريسنج روم، وانت بتتكلم على كلهم محترفين في التوب ليفل، وعملية الكنترول على النجوم ديت مش سهلة. يعني بنتكلم في تكتيك بنتكلم، لكن عملية كمان ان ازاي يسيطر جمال بن ماضي على كم النجوم الموجوده في المنتخب وخاصه المحترفين، ده برضو يعني يحسب لجمال بن ماضي. ليه علاقه طبعا ان جمال بن ماضي نفسه كان لاعب كبير جدا جدا. صحيح. وكان من نجوم المنتخب الجزائري ولعب في مانشستر سيتي، يعني اللي هو اكبر في اكبر لاعب عندنا دلوقتي عند الجزائر دلوقتي اللي هو رياض محرز. صحيح. فبالنسبه له هو نفس الليفل، يعني انت لعبت في مانشستر سيتي وانا لعبت في مانشستر سيتي. من المهم جدا ان المدير الفني يبقى بالنسبه للاعبين مهاب الجانب، يعني اللي هو يعني انا انت مستواك في الكوره كده، وانا كان مستواي لما كنت لعيب انا ليا تاريخي واسمي جمال بالماضي، غير الملكات الشخصيه اللي هو بي 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 بيتمتع بيها. هو راجل يعني بيفكرني بالكابتن حسام حسن كده على الخط، مندفع متفاعل مع الفرقه، وفي نفس الوقت في المؤتمرات الصحفيه هادي جدا وبيعرف يقول الكلمه بالظبط، وبيوجه رسائل مبطنه للاعلام، وبيتكلم احيانا بحده وعنف لما الموضوع يقتضي. فهو الراجل يعني خد خبراته كلاعب وخبراته كمدرب كلها في كوم كده، ومسك منتخب الجزائر في ذروه ما الحاجات ما الملكات دي كانت عنده، فكل ده انتج منتخب جزائري قوي جدا. صحيح. جدا. صحيح. طيب احمد تعالى انا وانت نشوف بعد انتهاء الجوله الرابعه من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، نشوف المجموعات، ترتيب المجموعات مهم جدا. نبدا هم طبعا 10 مجموعات، نبدا بالمجموعه الاولى. طبعا المنتخب الجزائري 4 مباريات 10 نقاط، بوركينا فاسو 10 نقاط، النيجر 3 نقاط، وجيبوتي يعني بلا فوز 0 من النقاط. نتكلم على لسه المنتخب الجزائري في منافسة قوية جدا ما بينه وما بين بوركينا فاسو للوصول أو لاعتلاء قمة المجموعة. طبعا الجزائر هتلعب جيبوتي الجولة الجاية عندنا هنا في مصر. الماتش هيتلعب في مصر، جيبوتي قالت مش قادره تستضيف المباراه يعني، فالماتش ده محسوم كلا وجزءا. يعني لو بوركينا كسبت الماتش بتاعها قدام النيجر هيبقى ماتش فاصل في الجزائر، هيبقى ماتش على التاهل، وان كان فريق الاهداف كبير قوي لصالح الجزائر هيتيح برضو للجزائر فرصه التعادل لو تعادلت في النقاط مع منتخب بوركينا. الجزائر اعتقد ان مهمتها معقده بعض الشيء، ولكن هي الاقرب. هي الاقرب، هي الاقرب بشكل كبير. بالزبط. طيب المجموعه الثانيه، نشوف المجموعه الثانيه في التصفيات او العشر مجاميع في التصفيات الافريقيه. المجموعه الثانيه تونس على قمه المجموعه ب10 نقاط، غينيا الاستوائيه في المركز الثاني ب7 نقاط، زامبيا في المركز الثالث ب4 نقاط، موريتانيا في المركز الاخير بنقطه واحده. اعتقد تونس في طريق مفتوح برضه ناحيه التاهل للمباراه الفاصله، وبتفكر برضه في مساله التصنيف انها ما تنحدرش للتصنيف الثاني. اعتقد ده كل اللي شغل منتخب تونس في الوقت الراهن. صحيح. تقريبا نفس اجواء المنتخب المصري خلاص، بس هم موقفهم افضل بكثير يعني في التنقيط. يعني اعتقد هم الثالث افريقيا في الوقت على مستوى التصنيف، اعتقد في المركز الثالث المنتخب بعد الجزائر والسنغال. طيب نروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه طبعا مجموعه لسه معقده لحد كبير ما بين نيجيريا والراس الاخضر. نيجيريا في المركز الاول 9 نقاط، الراس الاخضر في المركز الثاني 7 نقاط، جمهوريه افريقيا الوسطى في المركز الثالث 4 نقاط، ليبيريا في المركز الرابع ب3 نقاط. نيجيريا يمكن عطلها شويه الهزيمه امام جمهوريه افريقيا الوسطى في الجوله الثالثه 1-0، كانت مفاجاه كبيره جدا خسارة المنتخب النيجيري، لكن رجع وعاد وفاز 2-0. نيجيريا مهمتها سهلة، بس منتخب الراس الأخضر أو كاب فيردي منتخب متطور جدا، وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2013 أعتقد قدام زامبيا، وعنده لاعبين بيلعبوا في دوريات أوروبية كبيرة، وفي لاعبين زي جينيني اللي كان بيلعب في الدوري السعودي من من
من موسم اعتقد، مش عارف هو لسه في الدوري السعودي ولا لا، مش متذكر دلوقتي، ولكن منتخب راس الاخضر منتخب متطور مش هيكمل اعتقد منافسه مع منتخب نيجيريا. اعتقد نيجيريا ضمن البطاقه بشكل كبير، مرشحه بشكل كبير. طيب نروح للمجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه في المركز الاول ساحل العاج ب 10 نقاط، الكاميرون المركز الثاني ب 10 نقاط، ملاوي 3 نقاط، موزمبيق زيرو من النقاط. الصراع دي حرب شوارع، يعني حرب شوارع دي بين كوت ديفوار والكاميرون. صحيح، ساحل العاج والكاميرون وعندهم ماتش اخير، هو الماتش الاخير هو اللي هيحسم كل حاجه. في كوت ديفوار هيتلعب في ساحل العاج، في ساحل العاج، فاعتقد ده هو اللي هيكون، لان هما الاثنين هيكسبوا اعتقد الماتشين الجايين في ضوء المعطيات الحاليه، فاعتقد هتكون مباراه مشهوده جدا في الجوله الاخيره من التصفيات. عايز مين يصعد؟ عايز مين؟ يعني انا مش عايز نلعب كوت ديفوار ولا عايز ده ولا ده ولا عايز ده ولا ده، بس مش عايز نلعب كوت ديفوار، يعني ممكن عشان مش عايز نلعب كوت ديفوار، يعني تلعب الكاميرون. لا العب الكاميرون عشان كمان الطار بتاعنا في 2017 بتاع الجابون، وفي نفس الوقت اعتقد ان كوت ديفوار اسهمها اعلى في الكره الافريقيه في الوقت الراهن يعني. صحيح. طيب نروح للمجموعه الخامسه. مجموعه طبعا المركز الاول مالي ب 10 نقاط، اوغندا ب 8 نقاط، كينيا بنقطتين، ورواندا في المركز الاخير بنقطه واحده. بتتلعب بين مالي واوغندا اعتقد المجموعه دي، واعتقد مالي ليها حظوظ اكبر في المجموعه. تمام. المجموعه السادسه، احنا السادسه مجموعتنا مجموعه منتخب مصر، طبعا مصر في الصداره ب 10 نقاط، ليبيا في المركز الثاني ب 6 نقاط، الجابون 4 نقاط، انجولا نقطه واحده. مهمتنا اعتقد سهله جدا، احنا محتاجين نحصل نقطتين من الثلاث ماتشات، وعندنا فرصه ان احنا نتغلب الماتشين ونصعد لو ليبيا فقدت نقاط في يعني اتغلبت او تعادلت في اي ماتش من الماتشين الجايين، فاعتقد ان احنا مهمتنا سهله جدا. وان كنت احبذ ان احنا ناخد الست نقاط من انجولا والجابون عشان مساله التصنيف. طبعا طبعا نتمنى طبعا ناخد الست نقاط عشان موضوع التصنيف ويبقى موقفنا افضل في المباراه الاقصائيه. طب نشوف المجموعه السابعه. المجموعه السابعه جنوب افريقيا في المركز الاول 10 نقاط، غانا في المركز الثاني 9 نقاط، اثيوبيا 3 نقاط، زيمبابوي نقطه واحده. برضو مجموعه معقدة جدا لحد جنوب افريقيا وغانا، بس الماتش الاخير برضو نفس القصه، هتبقى من غانا وجنوب افريقيا، مش فاكر الملعب هيكون فين بالظبط، بس جنوب افريقيا وغانا كنا توقعنا هنا من حوالي شهر كده انه الاثنين دول هيبقى المنافسه بينهم شرسه جدا في ضوء التطور اللي بتشهده جنوب افريقيا بشكل متسارع، ولكن غانا برضو عندها الخبره الاكبر في التصفيات وفي الوصول لكاس العالم. طيب نشوف المجموعه اللي بعد كده. مجموعه طبعا تضم السنغال، توجو، ناميبيا، الكونغو. طبعا منتخب السنغالي ضمن الوصول للمباراه او للدور الاقصائي في المركز الاول بالعلامه الكامله 12 نقطه، توجو في المركز الثاني 4، ناميبيا 4، الكونغو 2. منتخب السنغالي زي ما بنتكلم منتخب قوي جدا جدا، ومجموعه بالنسبه له كانت مجموعه سهله، لكن المهم ان هو كمان بيكسب 4 مباريات 12 نقطه، دليل واضح ان هم عندهم منتخب قوي جدا، وخلاص يعني من ضمن المرشحين حتى للوصول لكاس العالم القادم. والظروف متشابهه مع منتخب الجزائر بالظبط، ان المدرب اليو سيسي لاعب كبير سابق في منتخب السنغال، ليه تاريخ كبير، شارك مع السنغال في اكبر انجاز ليها اللي هو الوصول لدور الثمانيه في كاس العالم 2002 في كوريا واليابان، او توصل دور 16 في كاس العالم كوريا واليابان. اعتقد غير نجم بحجم ساديو ماني، نجم بحجم كاليدو كوليبالي، بالدي كيتا، نجوم كبيره جدا بتلعب في اكبر دوريات اوروبا في اعلى المستويات، وفي مزج من الخبره والشباب بشكل كبير. اعتقد ان السنغال هو تاني اكتر منتخب ما بحبش اقابله بعد منتخب الجزائر. طبعا منتخب قوي جدا على مستوى الفني، على مستوى كمان الخبرات الموجوده فيه. خلصنا المجموعات كده، ده ال10 مجموعات بس أخلص. لسه نشوف المجموعات اللي جايه. طبعا في المجموعه اللي بتضم المغرب، غينيا بيساو، وغينيا والسودان. طبعا تاني المنتخب المغربي العلامه كامله زي المنتخب السنغالي، علامه كامله، والوصول للدور الاقصائي. طبعا خلاص يعني المغرب كمان بتدل انها من المنتخبات القويه جدا جدا جدا، مرشح. نشوف المجموعه قبل الاخيره، المجموعه التاسعه دي دي العاشره. طيب المجموعه الاخيره، تنزانيا 4 نقاط في المركز الاول 7 نقاط، تنزانيا، بنين، وكونغو الديمقراطيه، يعني تكلم 7 نقاط 7 نقاط 5 نقاط 3 نقاط، مجموعه برضو مش باين لها ملامح. بس باذن الله اللاعب الاول من المجموعه دي، يعني باذن الله اللاعب الاول من المجموعه دي، يعني انا متفائل. يا رب. هي اسودت في وشنا كتير في التصفيات، فيعني ممكن ربنا يفتحها. يا رب ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في التصفيات والوصول لمونديال 2022. بعد الفاصل نرجع مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه.
احمد تعالى انا وانت نروح لتصفيات اوروبا، تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم. وقبل ما نعرض النتائج ونشوف المجموعات هكلمك على فرقتين اوريدي وصلوا لكاس العالم، نتكلم على المنتخب الالماني وعلى منتخب الدنمارك. المنتخب الالماني طبعا ريكورد على مستوى العالم كله، منتخبات بيصل العدد كبير جدا للمونديال ويوصل كمان لقبل النهائي والنهائي. خلينا نتكلم على ظاهره جديده، افضل فريق في اوروبا على مستوى التصفيات في العالم فعلا المنتخب الدنماركي، 8 مباريات 24 نقطة 27 هدف وما دخلش مرمى ولا هدف. برضو كنا اتكلمنا هنا يا كابتن من الحلقة اللي اتكلمنا عن الجولة اللي فاتت في التصفيات عن تطور المنتخب الدنماركي وازاي بان على بطولة اليورو اللي عملها بطولة قوية جدا في اليورو. منتخب بيملك أسماء برضو بتمزج بين الخبرة وبين الشباب، وبيملك قائد زي سيمون كاير في قلب الدفاع، وحارس زي كاسبر شمايكل، ولاعبين بحجم برايت وايت ويوسف بولسن، في لاعبين ممتازين جدا بيقودوا الدنمارك في الوقت الحالي. وعشان كده النتائج بتعبر عن التطور الكبير اللي حققوه. بصراحه الدنمارك اتظلمت حتى ان هي ما كانتش في نهائي اليورو 2020، يعني اتظلمت في ماتش انجلترا بشكل كبير وفي حاله مثيره للجدل بشكل كبير جدا. فاعتقد الدنمارك عندها فرصه انها يعني مش هتعيد امجاد 92، مش هتعرف تاخد يورو مثلا بسهوله، ولكن لا عندها فرصه ان هي بتبني منتخب قوي جدا قادر ان هو يستلم الرايه من منتخب 92 اللي كان بقياده مايكل لاودروب. طبعا على مستوى الاخر المنتخب الالماني هانز فليك من خلال طبعا بدايه مشواره مع المنتخب الالماني عمل نتائج جيده جدا، 4 مباريات 4 فوز، تاهل المنتخب الالماني يعني لكاس العالم. شايف كمان عمليه هانز فليك مع المنتخب الالماني وطموحه لكاس العالم ازاي؟ هل من اهدافه الحصول على كاس العالم او الوصول لابعد نقطه مع المنتخب الالماني؟ لا طبعا هو هدفه الاساسي ان هو يوصل للقب كاس العالم، لانه هو هانز فليك يعني جه نجده للكره الالمانيه في اواخر فتره يواخيم لوف، اللي كان بدا يدخل خلافات يعني من اجل الخلافات مع اللعيبه الكبيره في منتخب المانيا، قال نوير مش هيلعب تاني وتوماس مولر مش هيلعب تاني والناس دي مش هتلعب تاني. فما كانش من مصلحة الكرة الألمانية ان واحد زي توماس مولر لسه مع كل ده عنده الحافز انه يلعب ويهدف ويحقق ارقام ويحقق بطولات. فهانز فليك كان النقطة اللي ألمانيا احتاجتها لما لقوا البطولة القوية جدا اللي خدها مع بايرن ميونخ وكسب برشلونة 8-2 في ربع نهائي الشامبيونز ليج. هنا كانت المانيا بتجهز لنفسها المدرب الجديد، واعتقد اللي بيحصل ده يعني في اسماء كتيره جدا خدت فرصه مع هانز فليك. ساني على سبيل المثال، ساني كمان ساني كان م- 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 شويه مع لوب مع يوخيم لوب، ولكن في اسامي زي كريم اديمي مثلا لعيبه صغيره في السن بتلاقي الفرصه في الوقت الحالي، زي ناس جمال موسيالا بتاع بايرن ميونشن بيلاقي فرصته، لعيبه اللي موجوده بالفعل زي هافرتز وزي جنابري وزي تيمو فيرنر، اللعيبه دي شابه بالفعل. فاعتقد ان هانز فليك عنده التشكيله اللي هو بيحبها بشكل كبير، وعنده العناصر وفي عناصر خبره بقى زي كيميتش وزي مولر، الاسامي الكبيره جدا دي اللي بتضمن لك، وزي نوير اللي بتضمن لك ان اللعيبه الشباب تلعب في افضل جوله. صحيح. اخر جوله او المباراه الاخيره المنتخب الالماني وفوزه على مقدونيا 4-0، ومقدونيا كانت عامله مفاجاه كبيره جدا على مستوى العالم في المباراه الاولى اللي في المانيا، كانت فازت على المنتخب الالماني 2-1. رايك ايه في المباراه؟ هنشوف برضو يعني هنشوف ارقام هذه المباراه، لكن لو اتفرجت على المباراة أو تابعتها 4-0 للمنتخب الألماني أمام مقدونيا وتأهله الرسمي للمونديال. هي كانت مباراة تشيلساوية بامتياز، هدفين لتيمو فيرنر وهدفين لكاي هافريدز. منتخب الفروقات الفنية كانت كبيرة جدا في المباراة، ويضيف لكده الدافع اللي عند اللاعب الألماني لما في لعيب كسبانه أو فرقة عاملة عليه مفاجأة أو حاجة بينزل عايز يدوس عليها اكتر ويلعب باداء اكتر، غير انها كانت المباراه اللي المانيا عارفه من خلالها انها لو كسبت لو خدت 3 نقط دول هتوصل كاس عالم وتريح نفسها من، وخاصه منتخب رومانيا كمان يعني كان تعطل شويه يعني. لكن بالزبط. على سبيل الارقام تعال نشوف الارقام مباراه طبعا مقدونيا بالنسبه اللي جاب الجون في المانيا في رومانيا يانيس هاجي ابن جورج هاجي بالظبط، جون كان جميل جدا صحيح. المانيا طبعا الفوز 4-0 على مقدونيا، الفرص 15 فرصه لألمانيا، حققت منهم أربع أهداف، على منتخب مقدونيا 3 فرص ما قدروش يحققوا ولا هدف. هدف المتوقع لصالح المنتخب الألماني 3.7، نسبة الاستحواذ لألمانيا 72% مقابل 28، التمريرات 808 تمريرة بنسبة 89%، صحيح المنتخب الألماني مقابل 307 تمريرة بنسبة منها 242 صحيحة بنسبة 79% لمقدونيا. تصويبات 22 لألمانيا بينها 9 ما بين القائم والعارضة، 7 لمقدونيا ما بينهم
واحد ما بين القائمة العارضة، 25 عرضية للمنتخب الألماني مقابل 7 لمقدونيا، 7 ركنيات ألمانيا، 2 مقدونيا. مباراة أعتقد كان اكتساح للمنتخب الألماني. وزي أنت ما بتقول يمكن كان في بعض التغييرات عن الجولة اللي قبليها، طبعا على مستوى التشكيل يعني كان مولر ما كانش بدأ الجولة الثالثة، بدأ مولر. وعايز أكلمك سريعا على مولر وعدم وجوده في القائمة الحصول على البالندور، سؤال يمكن بيطرحه كمان وسائل الإعلام في ألمانيا، أنت رأيك إيه في الموضوع؟ هو توماس مولر مش أول مرة يبقى يستحق دخول القائمة، القوائم القصيرة الأفضل لاعب في العالم وما يدخلش، مع أنه هو بيعمل كل حاجة تخليه من أفضل لعيبة العالم. هو دلوقتي واحد من الثلاثة الهدافين التاريخيين لكأس العالم كله، وعنده أكبر فرصة أنه يحطم رقم رونالدو الظاهرة رونالدو نازاري ورقم كلوزي. كل سنة بيوجد دوافع جديدة في ظروف مختلفة مع مدربين مختلفين، بياخد الألقاب اللي هو عايزها مع بايرن ميونخ، بيلعب صحيح. على أعلى مستوى ضد أقوى فرق العالم، وفي نفس الوقت لا مجهوده البدني تأثر ولا فعاليته ولا مستوى في الصناعة تأثر ولا مستوى التهديف تأثر، بل هو بيزيد وبيكسب نفسه مهارات تانية. فأعتقد هو بس نجم مش مهضوم إعلاميا بشكل كبير، لأن تصريحاته متحفظة جدا، دايما بيبقى حد شوية في بعض المؤتمرات الصحفية، مش لعيب كاريزماتيك كده من اللي بتحبه الصحاف، مش كوميرشال يعني، لعيب مش تجاري، مش لعيب تراهن عليه في في في, في الجوائز الفرديه. صحيح. يمكن كمان اتكلمت على هانز فليك، ويمكن عايز اضيف لك ان هانز فليك مش غريب على المنتخب الالماني، لكن ليه بصمه واضحه شويه، تحس ان في المنتخب الالماني اللعيبه بتلعب باريحيه، بتطلع مجهود، مفيش لوم كتير على بعض اللعيبه. شفنا جنابري المباراه اللي فاتت بيضيع فرص سهله جدا، ولكن في تشجيع من بره من هانز فليك، يتسم بالهدوء، يتسم بكمان الرؤيه الفنيه الهائله، وده اللي واضح من خلال التصفيات. وانت زي ما انت قلت طبعا هو عنده كمان يعني طموحات كبيره ليه، طبعا الفوز بكاس العالم القادم. تعال انا وانت نشوف كمان هانز فليك المدير الفني للمنتخب الالماني قال ايه بعد الفوز على مقدونيا 4-0. هناك بعض الأشياء التي يمكن وينبغي أن نعالجها لتحسين أدائنا، علينا أن نتطور حتى حلول كأس العالم العام المقبل، وهناك مشوار طويل، لا أدري إلى أي حد يمكننا أن نتقدم بحلول ذلك الوقت، لكنني بالتأكيد واثق من أننا بالذهنية الحالية يمكن تحقيق بعض الأشياء. بالطبع التأهل لكأس العالم أولا هذا إنجاز رائع لنا جميعا، نحن سعيدون بتحقيق هذا الإنجاز في وقت قصير، كان ذلك هدفنا كما كان هدف جهازنا التدريبي، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد. واضح يا احمد ان في بلان، ان هم ماشيين على البلان، وهو سعيد جدا طبعا بالفوز، وسعيد ان هو ماشي على بلان معين وماشي بشكل ناجح. يعني هانز فليك زي ما حضرتك قلت يا كابتن هو بيتسم بالهدوء يعني شخصيا، بس هو شرس جدا جوه الملعب. يعني فرقه بايرن ميونخ كانت واحده من بايرن ميونخ اللي دربها هانز فليك واحده من اكتر نسخ كره القدم شراسه وقدره رهيبه بدنيه انها تلعب 90 دقيقه. كل الخصوم اللي بايرن ميونخ اجهز عليهم في اخر 10 دقائق، اللي هو يجيبوا 3 تجوان في اخر 10 دقائق، 4 تجوان في اخر 10 دقائق، فهو بدنيا بيحضر اللعيبه بشكل كبير. ونفسيا النقطه اللي حضرتك قلتها دي نقطه في غايه الاهميه، انه فعلا بيدي اللعيبه فرصه واثنين وثلاثه واربعه، لانه لما هيحتاجوا في ماتش عايز منه واحده بس عارف انه هيجيبها، عارف ان جنابري ده بجوده عاليه جدا هيجيب له لما يحتاجه في الوحده، فمش شرط في ماتش مقدونيا انه يضغط عليه او يطلع. متحفظ جدا في تصريحاته الاعلاميه، بيدعم لعيبته باكتر شكل ممكن، وده جوه الرسم الخططي بقى بتاعه في الملعب الشرس جدا اللي بيعتمد على الضغط العالي وعلى الانهاء وعلى تنويع مفاتيح اللعب وعلى السرعات المهوله في الاطراف، عامل مدرب كاريزماتيك كده وحاله صحيح. مختلفه. صحيح. اتكلمنا طبعا على مولر، وبنتكلم كمان على نجم اخر طبعا نوير، الجدار يعني زي ما بيقولوا جدار برلين والحائط الاساسي للصد للمنتخب الالماني. نشوف قال ايه نوير بعد مباراته وبعد فوز المنتخب الالماني 4-0 على مقدونيا. التأهل لكأس العالم إنجاز رائع لنا جميعا، وسعيدون بتحقيق هذا الإنجاز في وقت قصير، كان ذلك هدفنا كما كان هدف جهازنا التدريبي، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد. حارس مرمى عملاق، لكن كمان على مستوى حراسة المرمى تير تشيجن طبعا حارس مرمى برشلونة
شايف مين الافضل على المستوى الفني لحراسه المنتخب الالماني في كاس العالم، تير تشيجن ولا نوير؟ يعني هو مركز سؤال صعب، انا عارف هو سؤال صعب جدا، بس هو تير تشيجن يعني في بعض الاحيان تحت الضغوط ما بيكونش تير تشيجن اللي بيلعب باريحيه. يعني تير تشيجن في ماتشات معينه بيتضغط فيها ممكن يعمل غلطات، ولكن فرصه مين ان يجيب كره اصعب بكتير، اعتقد تير تشيجن احيانا بيكون متفوق في النقط دي. ولكن نوير لما تدخل بطوله مجمعه ومحتاج مخزون ثقه ومخزون قدرات فنيه، فالمانو نوير بالنسبه لي هو افضل حارس في تاريخ المانيا كله، اللي هي انجبت حراس عظماء جدا يعني تاريخ المانيا مليء بحراس المرمى يعني بالظبط. ولكن مانويل نوير هو بالنسبه لي افضل حارس في تاريخ المانيا، لان ظاهره انك تقعد 15 او 20 سنه ما حدش حتى عارف يلعب عليك ماتش في التصفيات، يعني ظاهره صح. مش بتحصل كتير في ملاعب اوروبا، خصوصا لو اللي تحتك حارس بحجم مارك اندريه تير شتيجن. طيب هنسيب المانيا ونروح للبرتغال. البرتغال طبعا كمان فوز بنتيجه كبيره جدا 5-0 على لوكسمبورغ. وبنتكلم لو اتكلمنا على البرتغال اكيد بنتكلم على كريستيانو رونالدو، محط الارقام القياسيه. رونالدو بيعمل هاتريك 10 هاتريك مع المنتخب، وصل ل 58 هاتريك على مستوى المنتخب وعلى مستوى الانديه، بيوصل ل 115 هدف على مستوى المنتخبات، ارقام كبيره جدا جدا. 182 ماتش دولي وقريب جدا لعميد لاعبي العالم دلوقتي. شفت المباراه ازاي؟ يعني طبعا كريستيانو رونالدو يعني في حاجات يعني تحسب له من حيث انت تتوقع ان ما تحسبلوش، والعكس. يعني بمعنى رونالدو بيجيب اهداف كتيره قدام خصوم ضعفاء زي لوكسمبورغ واندورا وجزر نظام التصفيات في اوروبا بيساعده انه بيلعب مثلا اندورا دي مثلا مرتين في التصفيات، فاندورا دي بنكسبها 7-0 في الماتش رايح جاي، فرونالدو عنده فرص كتيره، ولكن ده في حد ذاته شيء يحسب له طبيعي. انه اصلا جاهز دايما على مدار 20 سنه تقريبا، داخل في 20 سنه جاهز دايما كل الماتشات ان هو يحرز اهداف ويكون موجود في مستوى بدني ما يعملش، يعني يكون احترافي بشكل كبير، يلعب عنده الرغبه العارمه دايما ان هو اللي يكون مسجل الهدف، سواء من ضربه جزاء سواء من فاول. جات له ضربتين جزاء في ماتش لوكسمبورغ في اول 10 دقائق، جاب اتعادل، خلي بالك اتعادل جاب هو جاب الثلاثه صحيح. فهو يعني الدافعيه والحماس والرغبه في كسر الرقم تلو الرقم، ادق حاجه اتقالت الاسبوع اللي فات عن كريستيانو رونالدو هو تصريح برونو فرنانديز لما قال ان الارقام هي اللي بقت بتسعى لكريستيانو رونالدو مش العكس، يعني رونالدو بقى بيجيب الجول والارقام تسعى اليه مش رونالدو اللي بيسعى للرقم. فاعتقد يعني ظاهره مش هنشوفها اساسا في الملاعب، يعني صعبه جدا تتكرر، هي ظاهره كريستيانو رونالدو. فرناندو سانتوس طبعا كمان على مستوى تالق رونالدو بيتكلم بشكل اكتر من رائع، ودايما خلي بالك مهم جدا للمدير الفني يكون عنده لعيب الشخصيه رونالدو الكاركتر الموجود على مستوى الاهداف على مستوى الالقاب، لكن على مستوى العزيمه والطموح كمان ده بيبقى اكزامبل، بيبقى مثل للعيبه الصغيرين اللي طالعين، وكمان بيدي مثل في وقت من الاوقات كان البرتغال كمان متعثره شويه، رونالدو هو الروح النابضه للمنتخب البرتغالي. سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قال ايه بعد المباراه، نشوف مع حضراتكم. حققنا هدفنا الأول، فزنا بالمباراة الأولى من 3 مباريات نهائية، علينا الآن الفوز بالمباراتين المقبلتين، الأولى خارج الأرض ضد إيرلندا والثانية هنا ضد صربيا. أما بشأن المباراة فقد بدأناها بقوة وبالطريقة التي خططنا لها، استغلينا بعض جوانب من أداء منتخب لوكسمبورغ، فهو منتخب يريد لعب كرة القدم في الأوضاع الصعبة ولا يكتفي بركل الكرة بعيدا والبقاء في الدفاع، بل يحاول بناء تحركاته ومحاولة العثور على وسيلة لإيذاء الخصم. كنا على دراية بذلك، وكنا أيضا على دراية بأننا لو هاجمناهم بقوة واستخدمنا المهارات الفردية فسيكون بوسعنا أن نسبب لهم متاعب جمة. يجب أن يكون المنتخب متوازن عند الهجوم لأنها الطريقة التي نسجل بها الأهداف، وسيمنحك ذلك فرصة استعادة حيازة الكرة بسرعة عند خسارتها. نحتاج أيضا للتوازن عند الدفاع للتعرف بسرعة بعد استعادة الكرة متى نحافظ على الحيازة ومتى نشن هجمة مرتدة. كما قلت مرارا إن منتخبنا لو أفلح في العثور على توازن جيد فليس بوسع العديد من الخصوم هزيمته. عندما تنفذ خطتك بصورة صحيحة من الصعب هزيمتك، لكننا لو لم نفعل ذلك سنواجه متاعب متعددة. أحمد سانتوس بيتكلم على نقطة، عملية لسه هو مش شايف أن في عملية البالانس الموجود على مستوى الهجوم ومستوى الدفاع، وقال لو عندنا هذا البالانس وعندنا التوازن ما بين الدفاع والهجوم أعتقد هنسبب مشاكل للفرق الكبيرة، لكن هو كمان سعيد بالأداء، سعيد كمان بالنتيجة وبكريستيانو رونالدو.
سانتوس مدرب يجيد جدا يعني التعامل والتواضع، يعني متواضع جدا سواء مع لعيبته أو سواء مع وسائل الإعلام أو سواء مع خصومه زي منتخب لوكسمبورج. بيقول لك أنا كنت محتاج أجهز، كنت عارف إن أنا لو هاجمته كنت هسبب له مشاكل، وهو منتخب مغلوب منه 5-0 وما شاطش تقريبا ولا شوطه على الجون، فهو بيتعامل باحترام وبهدوء كانت تحتاجه أوضة لبس منتخب البرتغال مع نجم بحجم كريستيانو رونالدو. صحيح. ودي النقطة أعتقد اللي فرقت في مسيرة البرتغال كمنتخب من سنة 2016 بالذات من بعد ما حصولهم على لقب اليورو، ودت لكريستيانو رونالدو الفرصة أنه يصعد بقوة بقى على أكتاف جيل صغير وشاب واعد ومدرب قادر أنه يحقق التوازن جوه أوضة اللبس اللي يخلي المنتخب ده يسير بشكل كويس. صحيح. طيب نسيب البرتغال ونروح لهولندا، كمان مباراة كان فيها أهداف كتيرة جدا جدا، ست أهداف المنتخب الهولندي أمام جبل طارق. شفت المباراة إزاي وشايف كمان المنتخب الهولندي في الفترة اللي جاية إزاي؟ يعني في مباراة مش اختبارية برضو لأن جبل طارق خصم ضعيف جدا يعني. طبيعي. بس المنتخب الهولندي مع فان جال بيمشي بخطة ثابتة جدا بأداء كويس. بمدرسة هولندية الناس عارفاها بقى اللي هو اللعب المفتوح، الكرة الشاملة، الطريقة التيكي تاكا في أبجدياتها كده، هو بيخلق شكل ممتاز جدا، بيعتمد على ميمفيس ديباي في الهجوم بشكل كبير وعلى فرينك ديونج في خط النص. فأعتقد أنه هولندا بتعود تدريجيا لهولندا اللي احنا نعرفها. طب ميمفيس ديباي ويمكن بتكلم معك قبل الفاصل، على مستوى المنتخب بيأدي بشكل أكتر من رائع، على مستوى برشلونة بدأ أول أسبوعين في التهديف ولكن ما بنشوفهوش زي المنتخب بيلعب بأريحية بيهدف بشكل كبير جدا. انت شايف الفرق ايه؟ الفرق في الثقة، الفرق في طريقة اللعب، لان ديباي مختلف مع المنتخب الهولندي عن برشلونة بشكل كبير يعني. طبعا في نقطة بديهية كابتن انه الخصوم غير الخصوم، يعني الخصوم اللي بيلعبهم مع منتخب هولندا سواء في التصفيات اللي معظمهم بيكونوا خصوم اسهل من اللي برشلونة بيواجههم في الليجا، دي نقطة مهمة. في نقطة تانية اللي هو السياق العام اللي بيحيط ببرشلونة، يعني مش عايز أظلم ديباي في المقارنة دي، ديباي لعيب متطور جدا عن ديباي اللي خرج من أيندهوفن من 5 أو 6 سنين وراح مانشستر وبعدين ليون، هو دلوقتي في أحسن فتراته كرويا كلاعب، ولكن مع برشلونة السياق العام كله مش مخلي حد يلعب طبعا. يعني مفيش حد في برشلونة قادر يقدم المستوى 100% في ظل بقى المشاكل والديون والتصريحات اللي بين رؤساء النادي السابقين والمشاكل اللي بتواجه رونالد كومان في أوضة اللبس. فيعني العمليه كلها بصراحه بتخلي تقييم ديباي بتقييم سلبي، يعني مساله فيها شويه يعني اجتزاء او شويه ظلم. بيني وبينك محدش دلوقتي اي حد بيلعب برشلونه ما تقيموش دلوقتي بالزبط. برشلونه بتمر بازمه كبيره جدا على مستوى الفني، على مستوى الاجواء، على مستوى الاداره الفنيه. لكن ديباي تعال نشوف كمان ارقامه لغايه دلوقتي، لعيب اكيد لعيب مميز جدا من افضل اللعيبه الموجوده على مستوى راس الحربه وعلى مستوى كمان الاجنحه. لعب طبعا يعني عدد دقايق ده في ماتش جبل طارق، طبعا ارقامه في المباراه اللي فاتت مع المنتخب الهولندي لعب طبعا المباراه كامله اهداف، جاب جونين وصنع هدفين، تصويب على المرمى 6 تصويبات منهم 4 على المرمى، تمريرات بينيه 3 كلها صحيحه، مراوغات 10 9 منها صحيحه، تمريرات 81 تمريره منها 65 صحيحه، نسبه التمريرات زي ما بقول 80%. فارقام لعيب كبير، ارقام لعيب كمان لعيب كبير جدا طبعا كامكانيات وكل حاجه. في جزء تاني ما اتكلمش عنه في نقطه برشلونه، انه لما برايث وايت اتصاب بغض النظر عن جوده برايث وايت في برشلونه، ولكن ممفيس ديباي كان واخد مهام اكتر جوه منطقه الجزاء في الماتشات الاولانيه، بقى بيتطرف كتير وبيروح على الجناح فبعدته شويه عن التهديف، بعد شويه عن منطقه الجزاء وما كانش موفق في بعض المباريات اللي برشلونه كان متعثر فيها. فاعتقد دي النقط اللي خلت ديباي بيظهر بشكل افضل مع المنتخب الهولندي عن ظهوره في برشلونه. طيب عايزين نشوف يعني افضل النتائج او يعني بعض نتائج الجولات الاخيره، لان في كان مباريات كتيره جدا جدا، هنشوف بعض نتائج الجوله الاخيره من تصفيات اوروبا لكاس العالم نشوفه مع حضراتكم. يمكن نتائج على مستوى الدنمارك والفوز 1-0 على النمسا، السويد والفوز 2-0 على اليونان، جزر فارو الهزيمه 1-0 من اسكتلندا، ليتوانيا هزيمه 4-0 من سويسرا، انجلترا والمجر. يمكن عايز اكلمك شويه على انجلترا والمجر، المباراه كانت قويه جدا والتعادل 1-1 في ويمبلي، البانيا الهزيمه 1-0 من بولندا، ايرلندا 4-0 فوزها على قطر، طبعا دي مباراه وديه، البرتغال نتيجه كبيره 5-0 على لوكسمبورغ. احمد شفت مباراه انجلترا والمجر؟ شفتها؟ شفت الماتش. ايه رايك في يعني طبعا على مستوى النتيجه اكيد في صالح المنتخب المجري، لكن على كمان الاحباط اللي بعد المباراه اللي يمكن بعض الجماهير حسيته
من التعادل مع المنتخب المجري. بتلعب في ويمبلي، كل اللعيبه جاهزه. ساوث جيت اعتقد كمان كان عنده مشكله مع، هي نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها قبل كده يا كابتن، انه مدرب متحفظ، ومش تحفظ ليه علاقه بطرق اللعبه قد ما ليه علاقه بتحفظ الشخصيه. يعني هو ممكن يكتفي ب1-0 بسهوله خالص، يكتفي ب1-0، وده ما يخليناش نبخس مجهود المنتخب المجري المتطور جدا. صحيح. اللي بيلعب من اليورو، اللي قدم نفسه في اليورو كان قاب قوسين ان هو يتاهل من مجموعه الموت للدور الثاني، كانت مجموعه فيها البرتغال وفرنسا، كان يتاهل منها معاهم للدور الثاني في اليورو. ولكن منتخب انجلترا بيفقد مع ساوثجيت، بيفقد مع ان عنده اسلحه كبيره جدا في الهجوم، بس هو عنده مشكله في تطوير الهجوم، عنده مشكله دايما في زياده التهديف، في حسم المباريات سريعا، وده اللي افقده لقب اليورو اساسا، لان واحد جاب جون في الدقيقه 2 على ملعبه في ويمبلي. صحيح. كان يقدر بألف سيناريو ينهي الماتش احسن من انك تتعادل في الدقيقه حاجه و70 وتروح البنالتيز وتخسر. يعني كان في ألف سيناريو تاني ممكن تتصير بيه مباراه منتهيه اكلينيكيا زي دي. ولكن صحيح. هي المشكله في اعتقد في فكر ساوثجيت وفي عدم جاهزيه برضه هاري كين. مش عايزين يعني نغفل عامل مهم، ان اهم مهاجم عندك مش جاهز من اول الموسم بشكل كبير، فاعتقد دي العوامل اللي خلت ماتش انجلترا ينتهي 1-1 مع المجر. طبعا ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي بعد المباراه والتعادل مع المجر 1-1 قال ايه، نشوف مع حضراتكم. لعبنا بمستوى ضعيف في بعض أوجه اللعب، إذ اتسمت بعض تمريراتنا بالغرابة وباغتنا الخصم عند حيازة الكرة مرات متعددة، لأننا عدونا بالكرة لفترات مطولة لأكثر من مرة. حاولنا مرات متعددة إرغام مسار اللعب وبدأنا المباراة بهذا الشكل، ولد ذلك نوعا من القلق، وهذا أمر غير مألوف. أعتقد أن حيازتنا للكرة كانت بنسبة 60%، مما يعني بصورة عامة أن المنتخب كان مسيطرا، لكننا لم نضغط على الخصم بشكل مضاهن لما فعلناه في المباراة السابقة في بودابست. أتاح ذلك للخصم فرصة استخدام الهجمات المرتدة عندما لا نكون في المركز الصحيح في الفترات الانتقالية بين الهجوم والدفاع، ولد ذلك مرة أخرى نوعا من القلق. وأعتقد أننا بعد تخلفنا بهدف في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ردنا كان جيدا بإدراكنا هدف التعادل في الدقيقة 37، لكننا لم نبذل جهدا كاف للفوز بالمباراة رغم تسديداتنا المتعددة وحيازتنا للكرة. لا أعتقد أننا هيأنا فرصا واضحة ولم نستحق الفوز. طبعا زي ما بقول لحضراتكم او بكلمك يا احمد كمان، على مستوى النتيجه ما كانتش مرضيه. انت بتلعب في ويمبلي امام منتخب المجري، منتخب مجتهد، يعني ماركو روسي المدير الفني الايطالي لهذا المنتخب كمان عامل معاه طفره كويسه جدا، لكن على مستوى ساوثجيت كمان هو بيتكلم على ما بنحافظش على الكره بشكل افضل، وفي بعض الفترات على المستوى الدفاعي ما بنكونش بالقوه اللازمه. يعني هو كل كلام جاري ساوثجيت دلوقتي تشخيص صحيح جدا، الا كلمه واحده ان ده غير مألوف. لا هو ده مألوف، هو المفروض يعرف ان ده مألوف. هو مش شايف ده، هو ده مألوف. يعني احنا اللي عايزين نقول لك بس ان كله صح، بس دي مألوف. يعني ده اللي بيحصل مع منتخب انجلترا في اوقات كتيره جدا ومع مختلف الظروف. يعني طب ماركو روسي مع المنتخب المجري تجربه مختلفه طبعا، المدرب ايطالي يسيب الدوري الايطالي وكل حاجه ويراهن على منتخب شاب، ولكن التجربه اثبتت نجاحها. وممكن مع استمرار روسي ومع وجود اكتر من عنصر شاب يظهر في المجر في الوقت اللي جاي، اعتقد منتخب ممكن يبنى عليه لانه ابدى كويس جدا. طيب تعالوا برضو نشوف ماركو روسي المدير الفني للمنتخب المجري قال ايه بعد انتهاء المباراه والتعادل في ويمبلي امام المنتخب الانجليزي 1-1. I don't want to comment. بالنسبة لأعمال الشغب من مشجعي المجر وصدامهم مع الشرطة ومسؤولي المباراة، لا أريد التعليق على هذا الوضع لأنه ليس من اختصاصي. كل ما أريد قوله هو إن الوضع قد تتم ترجمته بشكل مختلف. طبعا يعتبر فوز، يعني تعادل بمذاق الفوز المنتخب المجري أمام إنجلترا في ويمبلي. أحمد تعلق إيه على تصريحات ماركو روس؟ هو بيتكلم على نقطة الشغب اللي حصل في المباراة وإنجلترا، وهي في بيتها يعني الاثنين اكتر جمهورين مشاغبين تقريبا في اوروبا في الوقت على مدار التاريخ يعتبر، يعني هم الجمهورين مشاغبين جدا. ولكن تجربه ماركو روس تجربه جديره بالاحترام جدا مع المنتخب المجري. صحيح. لسه عندنا تصفيات ساوث امريكا هيكون معانا يعني بعد الفاصل، نروح لفاصل، وقبل الفاصل هنشوف برضو ترتيب المجموعات لتصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم 2020. نروح لفاصل ونرجع نكمل ساوث امريكا، تصفيات امريكا الجنوبيه وصلت لفين في المحترف.
أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد. يلا نروح لساوث أمريكا. التصفيات أمريكا الجنوبية مختلفة شكلا وموضوعا عن نظام التصفيات في أفريقيا أو حتى على مستوى أوروبا. برضو نعرف الناس نظام التصفيات هناك المؤهلة لكأس العالم على جانب طبعا أمريكا أو ساوث أمريكا. النظام طبعا يعني هو نظام صناعته الجغرافيا عموما، ان دي عدد المنتخبات في قاره امريكا الجنوبيه 10 منتخبات بس، فبيلعبوا مجموعه من ذهاب واياب، كلهم بيبقوا في مجموعه واحده من ذهاب يعتبر دوري ذهاب واياب بالظبط. بيلعبوا بيتاهل مباشره اول اربع مراكز، يعني بيتاخد منهم اربع مراكز ونص يعني. النص الثاني ده بيلعب مع ملحق الكونكاكاف، بيلعب مع بطل مع نفس المركز في الكونكاكاف ملحق للتأهل لكأس العالم، فبيتأهل من أمريكا الجنوبية في آخر خمس منتخبات. أعتقد إن ده نظام عادل إلى شكل إلى حد كبير، لأن ده بقى فعلا اللي بيعبر لك إنك قادر تلعب ماتشات نفس طويل على مدار سنة ولا اتنين، وفي نفس الوقت تصطدم بكل المنتخبات بتاعة القارة عشان فعلا تكون أحق واحد، بدل ما كانوا يتقسموا مثلا على مجموعتين، المجموعة خمسة ممكن مجموعة يتحط فيها أربع أسماء تقيلة تظلم بعض المنتخبات، ولكن ده بالنسبة لي نظام عادل جدا، بيعبر فعلا عن المستحقين إن هم يكونوا أفضل المتأهلين، وبتدي فرص للمنتخبات المدرب فرقة مغيرة مدربها مثلا، لا ده معايا لسه شهور طويلة على ما يجي كأس العالم. مش كده التصفيات دي بادئة من 10 جولات دلوقتي، يعني بدأ من 10 جولات ولسه قصادها 9 جولات كمان فالعمليه بتكون عادله الى حد كبير في امريكا الجنوبيه. طيب على مستوى المنتخبات دايما بنتكلم على منتخبات كبيره زي المنتخب البرازيلي ومنتخب الارجنتين، مباراه اخر جوله او اخر مباراه للمنتخب البرازيلي امام كولومبيا، على مستوى الفني شفت المباراه ازاي؟ تعادل 0-0، هذه المباراه ما كانش فيها اهداف، شفت ازاي المباراه دي؟ هي مباراه من ليالي امريكا الجنوبيه الممله، اللي هي المباراه اللي بقى فيها خصم عايز يصعب كل الامور على الخصم الثاني، ومستحيل يسيب منفذ ان هو يجيب هدف او يعمل فرصه، حتى الفرص كانت نادره جدا في المباراه دي وشحيحه بشكل كبير جدا. فهي كانت مباراه كولومبيا عايز يطلع بها 0-0، ونجح ان هو يوقف قطار البرازيل، لان ده اول تعثر للبرازيل سواء بالتعادل او الخساره من ساعه لما انطلق مشوار التصفيات، كان من 9 ماتشات جايب 27 نقطه، اول نقطتين يهدرهم في مشوار التصفيات لحد دلوقتي. ولكن البرازيل يعني بنسبه كبيره ضمن الصعود حتى اكتر من الارجنتين اللي بعده، ملعبين الاثنين مباريات اقل. تعال نشوف النتائج يعني ماشي. نشوف النتائج، نتائج الجوله الاخيره من تصفيات امريكا الجنوبيه للوصول لكاس العالم. كمان في مباريات هتتلعب النهارده وبكره. بوليفيا الفوز 1-0 على بيرو، فنزويلا 2-1 والفوز على الاكوادور، كولومبيا التعادل 0-0 مع البرازيل، ارجنتين فوز في مباراة رائعة أمام المنتخب الأرجواني 3-0، تشيلي بتفوز 2-0 على باراغواي. لسه كمان النهاردة في مباراتين كمان أعتقد هيكونوا مباراتين على مستوى قوي جدا، وزي أنت بتقول تصفيات طويلة جدا بس العدل موجود فيها. بقيت طبعا يعني دي الجولات اللي هتتلعب النهاردة، بوليفيا والباراغواي، كولومبيا والإكوادور، والجمعة هيكون الأرجنتين وبيرو، اللي هو يعني خلال ساعات يعني فجر يعني فجر الجمعة هيكون الأرجنتين وبيرو، من الماتشات الكبيرة يعني الماتشات برضو المميزة جدا. فعايز نكمل البرازيل وكولومبيا، كنت قبل الفاصل بتقول لي يعني حتى على مستوى أداء يعني بعض اللعيبة في المنتخب البرازيلي، بتكلم على نيمار ما كانش الأداء المميز في هذه المباراة. هو نيمار عموما يعني بيدخل الماتشات بتاعت أمريكا الجنوبية اللي بيبقى في ملعب الخصم وفي نفس الوقت بيبقى حاسس ببوادر عنف، خايف جدا على نفسه، بالذات مع خلفيه كولومبيا ان في المدافع دافينسون سانشيز تسبب باصابه طويله جدا صحيح نيمار، وحصلت مشاده بينهم قبل كده، فالملعب ده مش كويس بالنسبه لنيمار، مش احسن حاجه ليه، مش كويسه بالنسبه لنيمار. اللاعيبه البرازيليين يعني حتى الارجنتين بحجمها لما لقت في فارق فني كبير مع البرازيل في نهائي كوبا امريكا اللي فات، لجأت للطريقه دي ان نيمار كل تدخل عليه مفيش مشاكل، كارت انذارات مفتوح مجاني لكل لعيبه الارجنتين لاصابه نيمار، يعني اي حد عايز يعوره ان شاء الله يبقى هيتكرم في الارجنتين. فدي الطريقه اللي بتواجه البرازيل بيها، وبتبقى عايز تقفل عليها الماتش، والماتش يعني بالنسبه كمان لتيتي ومنتخب البرازيل مش اسوأ نتيجه ان انا اطلع من كولومبيا 0-0 بعد مشوار. انا زي ما بقول لك يمكن نسائل. اول مباراه يتعادل فيها يمكن المنتخب البرازيلي كان قبل هذه المباراه العلامه الكامله، كان
تسع مباريات 27 نقطه، دلوقتي 10 مباريات بيتكلم في 28 نقطه، ريكورد كبير جدا وعلى ضمن بشكل كبير التاهل. يعني ممكن دي يكون كمان جزء ان هو يعني المباراه مش ذات اهميه كبيره جدا الفوز بهذه المباراه، وبالتالي كان الاداء الى نوعا ما مش اداء المنتخب البرازيلي. المباراه المهمه جدا بالنسبه له هي ماتش الليله اللي هو ماتش الاوروغواي، لان اوروغواي عايزه تضمن بدري انها تدخل في التوب 3 وتبعد عن قصه ان انا ابقى خامس او انافس مع الخامس او انزل للملحق او الطريقه دي، فهتلعب بشراسه كبيره خصوصا بعد يعني هزيمتها الموجعه من الارجنتين، يعني اتهزمت اداء ونتيجه وكل حاجه، فهتلعب بشراسه كبيره قدام البرازيل اللي بتوجه رسائل للعالم كله ان هي عايزه توصل كاس العالم 2022 بافضل شكل ممكن. هنتكلم كمان على الارجنتين واوروغواي، بس برضو حابين نشوف ارقام مباراه البرازيل وكولومبيا، لان يعني زي ما انت بتقول مباراه بدون اهداف، يعني ما كانش فيها المتعه زي ما بنتكلم، ما كانش فيها طبعا الاداء على مستوى الفنيات بالنسبه للمنتخب البرازيلي. طيب دي ارقام المباراه ما بين اورجواي والارجنتين، طبعا كانت مباراه فنيه بمستوى عالي جدا، مباراه جميله جدا جدا، 3-0 للمنتخب الارجنتيني. بنتكلم على الفرص، كانت للمنتخب الارجنتيني 16 فرصه منها 3 صحيحه مقابل 4-0 للاورجواي. الاهداف المتوقعه لصالح الارجنتين 3.4، نسبه الاستحواذ للارجنتين 62%، التمريرات نسبه التمريرات الصحيحه 89% للارجنتين مقابل 84 للاورجواي، عرضيات 16 مقابل 6 ده صالح الارجنتين. كل الارقام الركنيات 3 مقابل 1 برضه صالح الارجنتين. مباراه رائعه طبعا، ليونيل ميسي افتتح الاهداف، ومباراه فنيه كبيره جدا جدا، وكانت سهره حلوه يعني. كانت سهره حلوه، وده افضل ماتش بيتهيأ للارجنتين من سنين، من فترات طويله جدا جدا، لان زي ما كنا بنتكلم يا كابتن عن منتخب مثلا بلجيكا انه ده منتخب قوي وكل حاجه، بس كان محتاج بطوله تشيله. ده اللي حصل مع الارجنتين في كوبا امريكا 2021، انه المنتخب ما كانش مشكلته فنيه في المقام الاول، ان عنده اسماء بحجم ليونيل ميسي وكان في جونزالو هيجوايين واجويرو وكان في ماسكيرانو قبل كده، ما كانتش المشكله بوضوح، كانت المشكله نفسيه، او كانت المشكله ضغوط شديده من سنه 93 اللي هو اخر لقب حققه منتخب الارجنتين في 2021، كان في سنه 1993، فكانت في ضغوط نفسيه كبيره على المنتخب الارجنتيني اتفكت بحصد بطوله كوبا امريكا واتفكت عن ميسي. الموضوع كله بقى يعني خفيف وسهل، وبقت الفرقه فنيا مع سكالوني كمان اللي اثبت ان هو مدرب مش قليل سواء نفسيا او فنيا، رغم ان دي اول تجربه تدريبيه ليه على الاطلاق، يعني من مستوحي نموذج بيب جوارديولا في برشلونه، ده اول مره يدرب اي حاجه هو مسك منتخب الارجنتين، فاعتقد ان هو كان ريسك ناجح جدا ورجع منتخب ارجنتين كقوه عظمى في امريكا الجنوبيه وفي العالم، وبرهن ده عليه ليونيل ميسي اللي عمل ارقام خرافيه قدام اوروجواي. يعني هو تقريبا حاول يدربل 19 مره، حاول يرقص 19 مره، راوغ في 16 من ال 19، فده رقم مهول جدا ويعبر قد ايه الارجنتين كانت بتتميز، كانوا فايقين يعني فايقين وفي نفس الوقت شرسين جدا في الضغط والضغط العالي، ولاعب زي رودريجو دي بول بقى من العناصر المهمه قوية جداً, جدا طبعا جدا في منتخب الارجنتين طبعاً. وراس الحربه لوتارو مارتينيز حط رجله بشكل كبير وريح ميسي وبقى بيبذل له المجهود الكبير اللي بيخلي ميسي يلعب من تحت مطمن، فاعتقد منتخب الارجنتين رايح كاس العالم 2022 في حاله هو ما كانش متوقعها من سنه او من سنتين، لما كانت كل الانتقادات وكل الضغوطات بتصب على ميسي والمنتخب الارجنتيني والمدرب ليونيل سكالوني. وكان لقاء كمان بيجمع اثنين من الاصدقاء اللذاذ جدا، كان ميسي بيجمع وسوارز. ميسي وسواريز، وطبعا بعض وسائل الاعلام كانت نشرت خبر كده ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، يعني كان بيقول ان سيموني المدير الفني اللي اتلتيكو مدريد قال سواريز اعرض على ميسي هل ينفع يجي اتلتيكو ولا لا، ما اعرفش على سبيل الجد ولا الهزار ولا ايه بالظبط، لكن انت شايف ان ممكن جدا في حاله ان ممكن جدا ينتقل ميسي لاتلتيكو مدريد؟ لا اعتقد في موضوع اسبانيا صعب. في اسبانيا يعني هو في اسبانيا يعني احنا ما صدق، احنا لحد دلوقتي ما حدش مصدق انه راح انه مشي من برشلونه اصلا، يعني هو الناس مش مصدق انه مشي من برشلونه راح باريس سان جيرمان دوري تاني. طب هو قال كده بناء ان شايف ان ميسي مش مرتاح، ان اجواء بالنسبه له باريس سان جيرمان اول الفتره الاولانيه شايف ان ممكن جدا ميسي يفكر في الخروج من باريس سان جيرمان، هل قال له كده على اساس ان تكون خطوة قوية جدا لو ميسي يرجع تاني للدوري الأسباني عن طريق أتلتيكو مدريد؟ أنت شايفها إزاي؟ أنا بتهيألي لو صحت رواية سيميوني فهو بيتكلم، كان بيتكلم إنه مثلا يكون قال له كده في البري سيزون مثلا، اللي هو لما كانت المفاجأة حصلت،
يعني اللي هو ده مشي من برشلونه فليه لا بقى يعني ما تقوله بقى يجي عندنا بالمره يعني ما دام مشي ما دام المستحيل ده اتحقق فممكن يكون متاح بس انا ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل بل ان انا يعني عندي اعتقاد ان ميسي في فصل من الروايه هينتهي في برشلونه يوما ما يعني فعلا سواء يلعب 6 شهور في الاخر لانه حتى المده اللي هيتعاقد فيها باريس سان جيرمان سنتين سنه من دلوقتي هيكون فري لو برشلونه عرف يعني هو القصه انت مش هتجيبه بفلوس يعني وميسي ما فيش اعتقد ان ما فيش انتقال جاي غير بقى لو لامريكا او لقطر او انتقالات بالشكل دي مش هتبقى في انتقالات بفلوس هي. يعني هو مش هيتمن بفلوس فالناس لا هو ينتقل انتقالات حره فري كده فاعتقد ان هو يعني لانه لعيب ايموشنال جدا عاطفي جدا هو كان قال نفسه ان هو يعتزل يعني كان هو قال كده صراحه ان انا هو نفسه يعتزل برشلونه ويلعب 6 شهور في نيولز اولد بويز النادي الارجنتيني اللي بدا فيه فاعتقد ان هو يعني الى حد ما المساله امكانيتها مش صعبه وان كانت طبعا يعني بالنسبه لكل مشجع برشلوني حلم كده جميل بيراوده كل يوم. طيب معانا مقارنه كده او ارقام طبعا بنتكلم على ميسي وسواريز خلال المباراه اللي فاتت نتكلم من خلال الارقام تاني عايز اتكلم على كمان سواريز بيقدم مباريات اكتر من رائعه ليون ميسي طبعا لعب 95 دقيقه المباراه كامله هو وسواريز اهداف ميسي احرز هدف سواريز لم يحرز اهداف صناعه الاهداف لميسي 4-2 لسواريز تصويبات 6 تصويبات ما بينهم 3 ما بين القائم والعارضه لميسي سواريز 4-3 مراوغات 19 منها 16 صحيح زي ما انت قلت يا احمد عدد كبير جدا من المراوغات كان فايق في المباراه دي طبعا سواريز بحكم البوزيشن 4 منها كمان 3 مراوغات ناجحه تمريرات البينيه 8 ميسي منها 4 صحيحه سواريز 3 منها 1 صحيحه تمريرات 75 ميسي 62 منها صحيحه 37 سواريز 24 منها صحيحه بنسبه 83 لميسي 65 لسواريز ارقام طبعا مع فارق البوزيشن زي ما بنقول ان سواريز بيلعب يعني سترايكر بشكل كبير وبالتالي كمان على مستوى الارقام واضح ان ميسي في احسن حالاته يعني ميسي بيقوم بعدد مراوغات كبير جدا ناجحه بشكل كبير بيحرز يفتتح الاهداف فواضح ان الحاله المزاجيه لميسي يعني على غير متوقع انها حاله جيده جدا مع المنتخب حاله جيده مع المنتخب الارجنتيني صحيح. وليست كذلك مع باريس سان جيرمان يعني بالظبط يعني اعتقد لما كنا بنقول قبل كده ان ميسي مع برشلونه كويس ومع الارجنتين لا هو بيبدل الاماكن فعشان كده بقول لحضرتك هو ميسي لاعب عاطفي يعني ميسي لاعب بينشغل جدا باحساسه وهو بيلعب بطريقه تعامل الزملاء معاه بطريقه استقبال الجماهير للعبه هو حتى الان هو مش قادر يستوعب ان هو في كل ماتش بيحيي جماهير غير جماهير برشلونه ده عامل له مشكله كبيره لسه لحد دلوقتي وهي العمليه لما تحطها في سياق ان 21 سنه خروج من الطفوله هو عاش فيها في برشلونه اكتر ما عاش في الارجنتين اساسا فكل ده سياق لما يتحط مع ميسي ونعرف مواصفات ميسي العاطفيه والشخصيه نعرف ليه هو دلوقتي بيأدي كويس مع المنتخب الارجنتيني وما بيبليش نفس البلاء مع باريس سان جيرمان اما سواريز فهو لاعب من مدرسه كريستيانو رونالدو في خلق الدوافع والحاجات دي والقدر كان منصف او يعني ساعد سواريز في نقطه انه لما كان عايز يروح يوفنتوس والانتقال فشل ان يوفنتوس كان بيئه مش 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 خصبا للمتالق لما اتلتيكو مدريد كان موجود مع مدرب بحجم سيميوني محتاج سترايكر زي سواريز هيريحه من كل الضغوطات الدفاعيه اللي كان بيعملها في برشلونه لان سواريز كان في برشلونه في كل بناء برشلونه ولعبه المفتوح كان سواريز بيضغط بعرض الملعب كله رايح جاي مع المدافعين احيانا ده كان بيخليه يوصل لمنطقه الجزاء تعبان احيانا ده كان بيخلي بيخليه يهدر فرص سهله جدا سببت في بعض الاحيان انتقادات الجماهير ليه وكانوا عايزينه يمشي وانتقادات لوزنه الزايد والكلام ده اعتقد هو لقى البيئه المثاليه هو كان افضل بيئه بالنسبه لي انت شايف ان اتلتيكو مدريد طريقه اللعب سيبوني بطريقه لعب سواريز بامكانياته اعتقد كان افضل نادي هو الانتقال ليه هو ما بيمارسش مجهود كبير قوي صحيح في الحالات الدفاعيه بيضغط في منطقه الجزاء مهتم بيهتم جدا بالبوزيشننج بتاعه ودي نقطه من الحاجات اللي سواريز هو واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ الكوره بيعرف يوجد نفسه في البوزيشن الصح يعرف يعمل المرحله اللمسه ما قبل الاخيره دايما اللي هو الاستلامه اللي قبل الجون اللمسه واحده اللي بتعمل اسيست بالظبط الحاجات دي عند سواريز هو واحد من اكمل المهاجمين كره القدم في التاريخ فيها فهو الحاجات البسيطة دي نادي أتلتيكو مدريد كانت التربة الخصبة إن سواريز يعرف يلاقي نفسه في آخر فترات مسيرته مع المنتخب الأوروجواياني في مشكلة مع في تطوير الهجوم عموما مع إنهم عندهم مهاجمين كتير زي سواريز وكافاني ودي أراسكايتا وفي أكتر من عنصر هجومي كويس بس في مشكلة في عملية التنظيم في عملية بناء اللعب وتطوير الهجوم
هو منتخب بيعرف يحافظ على شباكه بس ما بيعرفش يطور اللعب بشكل كبير، وكل الاهداف او معظمها بتكون اجتهادات فرديه من سواريز او من كافاني او من عناصر منتخب اوروجواي او من ضغط من فيدريكو فالفيردي مثلا من تحت. ولكن سواريز برضو كل ده بيصب في مصلحه في عنوان كبير اللي هو اسطوره كبيره صحيح. جدا بتوجيه خلق الدفع لنفسها وعنده استعداد يكمل في الملاعب لاطول فتره ممكنه. صحيح. يمكن كنا اتكلمنا عن بعض ارقام مباراه البرازيل وكولومبيا برضو نشوفها قبل ما نشوف ترتيب او ترتيب المجموعه او ترتيب العشر فرق للتصفيات امريكا الجنوبيه لكاس العالم. كانت مباراه طبعا بدون اهداف 0-0. الفرص للمنتخب البرازيلي 5 لصالح كولومبيا 0. برضو ده غريب قوي ان فريق كولومبيا ما وصلش، ما فيش فرصه واضحه، ما كانش مهتم زي ما كولومبيا للمنتخب الكولومبي. اهداف المتوقعه كانت لصالح البرازيل 1.2. نسبه الاستحواذ قريبه، يعني يمكن البرازيل 59% مقابل 41. تمريرات لمنتخب البرازيلي بنسبة 89% لكولومبيا 85%. تصويبات 9 للمنتخب البرازيلي مقابل 12 لكولومبيا. عرضيات 5 البرازيل 7 كولومبيا. 3 ركنيات وركنيتين للمنتخب الكولومبي. مباراة زي ما انت بتقول انا كنت شايف ما فيش الحافز القوي للخروج بفوز او للمنتخب البرازيلي. كذلك المنتخب الكولومبي كان فيه تحفظ كبير جدا وكان فيه اداء دفاعي اكتر منه هجومي. زي ما قلنا، زي ما اتفقنا مع بعض قبل ما نستعرض الارقام، انه البرازيل يعني البرازيل اللي حالتها الفنيه بتعتمد على حاله نجومها بشكل عام. النجوم دول كانوا خايفين على نفسهم بالمصطلح الكروي يعني الشائع، كانوا خايفين على نفسهم من عنف التدخلات الكولومبيه، وما كانش في رغبه زي ما قلنا لكولومبيا في 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 الخروج بنتيجه اكتر من التعادل، اللي هي نتيجه ايجابيه جدا في ظل سير المجموعه. هي دلوقتي في المركز الخامس، عندها فرصه ان هي تقرب اكتر من المراكز المتقدمه، خصوصا مع تعثر منتخب الاكوادور المفاجئ قدام فنزويلا في الجوله الاخيره، لان الاكوادور كانت ماشيه في مسار تصاعدي وهي حصان التصفيات الاسود لحد دلوقتي. فالاوروجواي وكولومبيا يعني هم عايزين، يعني اوروجواي بماتشها مع البرازيل النهارده فارق جدا في نقطه ان اوروجواي هل هتفضل هتتقدم خطوه ولا هتثبت وتبدا مرحله من الشك. وكولومبيا بنت على هتبني على التعادل اللي فات دوت في المراحل اللاحقه من التصفيات. صحيح. طيب برضو على مستوى عايزين نشوف ترتيب المجموعه، احنا بنتكلم زي ما انت بقول تصفيات قويه جدا، تصفيات من وجهه نظرك تصفيات عادله لحد كبير جدا، لانها بتاخد مشوار طويل جدا، موضوع كانه دوري من 10 فرق. نشوف ترتيب المجموعات، ترتيب امريكا الجنوبيه التصفيات المؤهله لكاس العالم. طبعا المنتخب البرازيلي في المركز الاول ب 28 نقطه، الارجنتين في المركز الثاني ب 22 نقطه، اكوادور 16 نقطه، اورجواي 16 نقطه، كولومبيا في المركز الخامس ب 15 نقطه، وباراغواي في المركز السادس 12 نقطه، بيرو في المركز السابع 11 نقطه، تشيلي المركز الثامن ب 10 نقاط، المركز التاسع بوليفيا 9 نقاط، وفي المركز الاخير فنزويلا بسبع نقاط. على مستوى زي ما بنقول هو اول اربع فرق تتاهل مباشرة، والفرقه الخامسه يبقى عندها بلاي اوف يعني مع الانتر كونتيننتال. شايف مفاجات؟ شايف ممكن يحصل مفاجات في الفتره اللي جايه بالنسبه لترتيب المجموعه؟ شايف في مفاجاه اللي هي تشيلي. وضعيه تشيلي المتعثره في التصفيات لحد دلوقتي علامه استفهام كبيره، لانه يعني الجمهور اللي تشيلي مش هيستحمل الغياب مرتين. 30 عن كاس العالم بعد الامال العريضه اللي نصبها بعد ما خد 2 كوبا امريكا ورا بعض في 2015 و2016. ولكن تشيلي رجع في الماتش السابق قدام بولي باراجواي لما كسب 2-1 اعتقد. فيتمنى المنتخب التشيلي انه يبني على الـ على الـ على المساله دي في المرحله اللي جايه من التصفيات. حتى الان الاكوادور هو المفاجاه الكبرى في تصفيات الاكوادور، المركز الثالث ب 16 نقطه، هو حصان البطوله، حصان التصفيات الاسود لحد دلوقتي. ولو اوروجواي زي ما اتفقنا انقادت لهزيمه قدام البرازيل، وممكن تكون متوقعه جدا قدام البرازيل في الماتش اللي هيتلعب الليله، اعتقد ان الاكوادور هتبقى عندها فرصه كبيره جدا مع تنامي حاله الشك بقى في صفوف اوروجواي. باقي المراكز منطقيه يعني الى حد كبير. بيرو من المنتخبات برضو اللي مركزها متاخر جدا قياسا لتاريخها والامكانيات لعبتها. ده يصعب المباراه على الارجنتين النهارده امام بيرو، يمكن يعني بشكل كبير كمان الارجنتين ضامنه بشكل كبير، لكن بيرو ما عندهاش امال، بتلعب الارجنتين في احسن حالاتها. ممكن شايف برضو سريعا مباراه الارجنتين وبيرو اللي هتنتقل يعني خلال ساعات من دلوقتي هتكون مباراه
هي قويه جدا. بروما رمتش ما رمتش العمل لسه مش يعني لا مش قوي مع 11 بونت ممكن ممكن لا لسه بدري لسه وهتلعب ماتش متحفظ بتالي قدام الارجنتين يعني فرق امريكا الجنوبيه الثمانيه بيتمنوا التعادل قدام البرازيل والارجنتين لما بيكون وانت بتقول كمان نتيجه التعادل 0-0 1-0 دي نتيجه شائعه في تصفيات بالزبط. امريكا الجنوبيه يعني بالظبط لا 90% من الماتشات في التاريخ خلصت 1-0 في امريكا الجنوبيه يعني صعب جدا فرقه تكسب والثانيه تتعادل معاها لان الماتشات بتبقى مقفله جدا بتبقى ماتشات بدنيه من الطراز الاول يعني وبيبقى الاهتمام فيها بالعنف وتقفيل المساحات وزي ما قلنا كارت انذارات مفتوح وطرود مفتوح مع المدربين واللاعبين والجماهير كمان يعني اي حد ينفع يطرد في ماتشات امريكا الجنوبيه فاعتقد انه لا مهمه الارجنتين يعني ممكن تكون اصعب شويه لبيرو الا لو يعني حاله نبوغ بقى من ميسي بدري يتخلص المساله سكور او حاجه بس الارجنتين في حاله فنيه وبدنيه عالية وذهنيه ونفسيه عاليه جدا في الفتره طيب مباراه البرازيل وأوروغواي هل يعود تاني منتخب البرازيلي للفوز بعد التعادل الاخير مع كولومبيا هل يستمر في التعادل هل يكون في تحفظ شايف برضو المباراه ازاي اعتقد المباراه بقى دي بقى المباراه الشرسه جدا اللي خارج التوقعات في الوقت الحالي لان أوروغواي عندها دوافع كبيره جدا انها تصلح من موقفها قبل ما لعبتها ترجع تاني للدوريات الاوروبيه ويحصل معسكر تاني ممكن تبقى في انتكاسات تانيه فاعتقد لا هي دي الفتره بقى اللي اورجواي لازم يعني اورجواي لازم تعمل المفاجاه وتحقق الثلاث نقاط بشكل واضح قدام البرازيل قدام منتخب برازيل لعبته مرهقه لعبته لسه هترجع كمان ثلاث ايام لاصفار لماتشات مهمه جدا في دورياتها فاعتقد ان الماتش ده لا مليان معقرب بلغه الكوره كده لحد كبير ممكن يخلص 1-0 1-1 يعني بس اورجواي عندها دوافع عندها دوافع اكبر من المنتخب البرازيلي كتير لان هي زي ما بتقول في مرحله عنق الزجاجه في التصفيات في الوقت الحالي احمد بنشكرك شكرا جزيلا يعني نورتنا وشرفتنا كالعاده متالق يا احمد شكرا يا كابتن بعد تالقك حبيبي شكرا شكرا جزيلا كده. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده مع المحترف ان شاء الله اللقاء يتجدد يوم الاثنين اللي جاي ويوم جديد من ايام المحترف